الجمعة 25 الأول 2018، بصبحكم بألف خير. بعرف أنه نهار الجمعة منكون كلنا ناطرين أنه يركض ركض لحتى نوصل للويك أند نرتاح شوي، وأكيد نبلش بنشاطاتنا. إنما بهالوقت ضروري أنكم تتابعوا عالم الصباح. اليوم عنا فقرات عديدة رح بتكون معنا، بالإضافة إلى مواضيع بطليعتها رح نحكي عن جرائم المعلوماتية، هالموضوع يلي صار كتير مؤخرا عم نتداول، ونظرا إلى قديش عم نسمع عنه ومشاكل عم بيصير. بالإضافة أكيد إلى فقراتنا كارلا مع خفيف نظيف، مايا مع كمان بيت بيوت رح بتكون موجودة معنا مثل كل نهار جمعة، والشيف حسين على فقرات ورشة ملح، وطبعا في عنا أفكار جديدة. صباح الخير. صباح وغدا. كيفك شايف؟ أنا منيح، كيفك؟ شو ما نحضر لهالويك أند؟ اليوم في عنا ثلاث وصفات، وصفتين مالح وعنا وصفة حلو، عنا الغريبة وصفة الحلو، عنا راس الكفتة بالباتنجان هذا طبق مالح، وعنا كمان سلطة الباتنجان واللقطين. غدا هول هن وصفاتنا لليوم مثل العادة، ما تنسوا مشاهدينا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. هلأ موسم اللقطين بدنا نستفيد صح. منه على الآخر. نحن من يومين وطيب. تقريبا كنا محضرين كمان لقطين محشي صح. فاليوم حبيت أنه بهذا الشهر، يعني بتعرفي موسم اللقطين، رح نحضر كذا طريقة أكيد. باللقطين كمان، وكمان رح نحضر حلويات أو كيك اللقطين، وفي عنا عديد من أنواع الحلويات رح نحضرها باللقطين. مرسي شيف على كل هالتفاصيل. البداية مثل العادة مشاهدينا لحتى نكون هيك نطمن على هالنهار، أكيد مع كارمن نسمع حظنا لليوم. صباحكم الخير، يوم الجمعة 5 أكتوبر تشرين الأول، اليوم القمر مرافقنا برج ناري برج الأسد، والأجواء حلوة بعطلة أسبوع للأبراج النارية، عم نحكي عن اليوم تحديدا طبعا، مواليد الحمل الأسد وأيضا مواليد برج القوس، لكن لازم تعرفوا يلي نهاره اليوم جيد ما معناتها بكرة نفس الشيء، بكرة الأجواء مختلفة. خلونا نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل نهار كتير حلو، بتقدر تنبسط فيه، بتفرح فيه، بتخلص شغلك الصعب فيه، حتى بتسمع أخبار سارة، فحاول ما تتأخر، حاول ما تأجل لليومين حتى للأربعة أيام المقبلة. تبقى المواليد الأكثر نشاطا 28-29 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور، وجود القمر ببرج الأسد نوعا ما بخليك تبلش تفكر بأمور أو تهودس ببعض الأمور العائلية الشخصية المصاريف، كل هالأمور هاي، خاصة لأنه اليوم نهار جمعة، كتير من الأشخاص اليوم هن بإجازة أو عطلة ما عندهم شغل، فالأمور العائلية هي اللي بتسيطر اليوم. حاول ما توقع حالك بشباك أو بفخ المزاجية، بدك تطول بالك. تبقى المواليد الأكثر حظا 23-24 و25 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء بعتبر هيدا نهار كتير حلو، بعتبر أنه بتقدر أنت بسهولة تامة تقضي نهار جميل جدا، وين ما كنت، حتى ولو كانت أمورك صعبة ومستعصية وواصل لهيدا نهار، اليوم نهار يتعامل معك، يتعاون معك، حتى بيأمن لك الوسيلة لتقدر تتفاهم مع الآخرين، تملك القدرة على توضيح الأمور ولحتى تدافع عن رأيك. الأكثر حظا 3-4 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، حاول مولود برج السرطان تكون أنت مقرر عارف شو هو مصروفك لعطلة الأسبوع، وإلا تطلع الأمور من السيطرة. الجو اليوم يمكن يطلب منك تكون حاضر ناظر، لأنه حدا من العائلة بده منك، بده مساعدتك. الأجواء اليوم منا سلبية، لكن ضروري اليوم تكون عارف كل قرش وين بدك تحطه. الأكثر حظا 14-16 تموز يوليو. كمل مع برج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد، نهار ممتاز، وكأنك بهيدا نهار عم بتحط أو عم بتفهم حدا، أو عم تفهم حالك، أو عم تتفاهم مع حالك شو هي الأمور الأولويات اللي عندك إياها. الأجواء ممتازة لحتى أنت تشيل وتحط تغير، وكأنك حاطط قدامك أوراق العام 2018، واليوم أنت قادر أنك تشيل ورقة تبدلها تحسنها. احتمال بعض مواليد برج الأسد يسمعوا خبر أو يفرحوا لانفراج مسألة معينة. تبقى المواليد اللي بعتبر عندها حظوظ أكثر من غيرها 15 و16 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء.
مولود برج العذراء إذا غيرك ماشي حاله وميسرة أمره ما معناتها أنه أنت لازم تكون الأمور ماشي بنفس الدرجة. الدنيا عم تبرم على كل الأشخاص. اليوم نهار هو للاستراحة، حتى لو بشغلك اليوم ما لازم تعذب قلبك اليوم بإشياء معقدة، لأنه الأمور المعقدة رح بتضل معقدة ويمكن حتى تشربك فيها أكثر وتقول يا الله لازم أنطر لغير نهار. بكرة الأمور بتشوفها من منظار واضح جدا، بتقول كيف ما أشعتها كانت قدام عيني وما أشعتها. إذا اليوم نهار لازم ترتاح فيه، تخلي حدا يساعدك لحتى تقضي نهار ممتاز. اليوم للراحة، للأمور الروتينية فقط لا غير، انتبه من الخربطات والالتباسات. الأكثر حظا نسبيا 12 13 أيلول سبتمبر، وإذا بدي أضيف حدا من شهر آب بضيف 24 ل 27 آب أغسطس. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان اليوم نهار فيك بكل قوة تشتغل فيه، تحط كل طاقتك كل مجهودك تحطه، لكن مش بكرة ولا بعد بكرة. إذا يا اليوم يا أما بدك تنطر لنهار التنين والثلاثة لما بيكون القمر جديد ببرشك. إذا اليوم نهار مناسب لحتى أنت تشارك بنشاط، تشارك وتتشارك، يعني مش بس انت عم تاخذ من الناس كمان لازم تعطي. المشاركه بالروحه وبالرجعه بالاتجاهين ضروره اليوم، بتلاقي نتيجتها التنين والتلاته. نصيحه ما تاجل شيء لبكره. تبقى المواليد الاكثر حظا 5 6 و7 اكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبه لبرج العقرب اليوم نهار بيشكل نوع من علامه استفهام على بعض الامور، لكن لأنه نهار جمعة يا أما آخر الأسبوع عندك عم تشتغل وبكرة أنت أوف، يا أما أنت بإجازة، فما في لزوم اليوم تعقد نهارك، تعقد نهارك، خليه يمشي بسهولة، يسرها، اترك الأمور تمشي ما تعقدها. إذا شفت في عقدة معينة ما تتوقف عندها حاول تزيح عنها. الأجواء اليوم لسبب أو لآخر معقول تحاول تعقد لك نهارك فكون أزكى منها. 3 4 14 15 و 16 نوفمبر الأكثر حظاً. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس بعتبر هيدا نهار كادو حلو لإلك، بيقدم لك مجال لحتى انت فعلا تفسح عن نفسك، ترتاح، تنبسط، مش بس هيك تسجل نقطة لصالحك، شو ما كانت هالنقطة. ما عم نحكي انه طلعنا على القمر، عم نحكي نقطة يمكن مع حدا من أصحابك، حدا من العائلة، حابب بشغلك توصل لنتيجة. اليوم نهار كتير مهم، لازم تفعله، لازم تحط كل طاقتك الفكرية والجسدية بهيدا النهار، لأنه نهار من الأيام الأكثر حظا بهيدا الأسبوع. الأكثر نشاطا نسبيا 4 5 و 6 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي كل الامور اللي عم بتصير يلي انت ما كنت راضي عنها، يلي ما كانت ظابطه برايك، كل هالامور هيدي الا ما يكون في الا نتيجه، لكن خطوه خطوه عم تمشيها. بكره النتيجه حلوه كثير، بكره وبعد بكره بانتظارك يومين كثير حلوين، لكن مش اليوم. اليوم بعدك عم ترتب الامور، بعدك عم بتضب الشنطه، بكره بتسافر، يعني اليوم بعد في بعض الهموم الصغيره، التقنيات والتفاصيل الصغيره يلي بدك تمشيها. اطلب مساعدة، ليه لا، ما تستحي. الأكثر تعبا يلي بحاجة لمساعدة 25 26 ديسمبر 9 10 كانون الثاني يناير. بكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو اليوم نهار بيزعلك مزاجك شوي، وبالتالي بتغير انت من ردة فعلك او من انفعالك، بتبلش تغير بالمعطيات وبلش تنزع الامور وبتبلش تأزمها. نصيحة من قبل طلوع الضوء وقت اللي بتسمع الابراج، طول بالك، قول هيدا نهار بدي التقي فيه باشخاص مهمين بحياتي، يمكن هن يزعجوني لكن بدي احاول بقدر المستطاع ما انزعج منهم وما كشر بوجهن او اعطي كلمه بغير محلها، لانه اليوم واضح انه في عندك رغبه انك تلطش شمال ويمين. طول بالك، خلي هيدا نهار يمرق على سلام، خاصه اذا كنت من مواليد 28 و29 كانون الثاني يناير، كن حذر كثير كثير من السرعه. بنتقل لبرج الحوت. مولود برج الحوت نهار نهار العالم فرصة، العالم رايحة تسهر، نهار العالم بدها تنبسط، إلا مولود برج الحوت عندك عطلة أسبوع مكركبة شوي، عندك عطلة أسبوع مكركبة شوي، إن كان بالدرس، إن كان الأولاد، إن كان العائلة، إن كان الأهل، إن كان الصحة، إن كان شغلك أنت، فالأجواء بدها تنظيم،
بدها تنظيم، بدها هدوء، بدها موضوعية. مش تقول يي طقشه حلو كلهم مفرسين كلهم مسافرين، نو. هيدي الأمور اليوم بدك تاخدها بموضوعية وتركز على شغلك لحتى ما تعصب وتنزع عطلة الأسبوع ثلاثة أيام عليك وعلى غيرك. الأكثر تعباً 4 و5 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي السنة بعتبرها سنة بتساعدك تدفشك لقدام وإلى الأعلى. بقدر ما أنت مدعوم، فيك تكون مدعوم بشغلك بعملك بأصحابك، يعني اجتماعيا دراسيا، حتى بيكون في عندك أساتذة من حولك أو أصدقاء. بقدر ما تكون أنت عندك سبورت تيم من حولك، بقدر ما كنت أنت شخص ناجح بهيدي السنة اللي منا سنة صعبة على الإطلاق. أكتوبر، شباط، فبراير، حزيران، يونيو، هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي. فإذا كانت هيدي أول محطة بعالم الصباح، طبعا طمنا على حظنا لليوم وصار فينا نتابع ببقية مواضيعنا وفقراتنا. بدي أقول لكم كمان مثل ما ذكرت جرائم المعلوماتية بعد شوي مع ضيفنا، ومن بعدها كمان رح نحكي عن مشروع جديد يلي هو سوبر ماركت صديق للمكفوفين. رح نقدر نتعرف على تفاصيله أكثر بما يختص بمايا ضمن بيت بيوت. اليوم رح تحكي عن العوامل النفسية يلي ممكن أنه تسبب الأرق، وبعرف أنه في كتار بيوعوا بالليل بيقولوا ما بعرف شو عم بيصير معي، ليش ما عم بقدر نام مع اني بكون نعسان. رح نتعرف على هالتفاصيل والاسباب كلها اذا بفقراتنا بعد شوي. بريك وبنرجع منتابع. كثير صرنا عم نسمع مؤخرا عن جرائم المعلوماتيه، طبعا الموضوع اكبر بكثير مما نحن عم نعرف ومتشعب جدا، مشان هيك رح نحكي عنه وكيف ممكن انه نقدر نحاصره ونتخلص منه، وبالتالي اهم شيء المرتكبين نقدر يكون في لهم ملاحقه ومحاكمه. ضيفنا اليوم باستوديو عالم الصباح المحامي ريمول حلو، اهلا وسهلا فيك. مستشار قانوني معتمد لدى عده جهات رسميه وعم بتابعوا هذا الموضوع جدا عن كثب. خلينا بالاول نعرف الجرائم المعلوماتية اليوم، يعني صرنا كتير موجودين كلنا بتواصل مستمر مع كتير من الأمور، كلها بتوصلنا عبر هالمعلومات هي اللي عم تتنقلها بعدد كتير كبير من وسائل التواصل. وين بنقول انه في جريمة ايه ام لا؟ بداية بدي اقول لك صباح الخير، وبتشكرك انا انه اكون مع حضرتك اليوم، وبتشكر إدارة تلفزيون المستقبل، لي الشرف اكون معكم. اهلا وسهلا. جوابا على سؤالك، طبعا هذه الجريمة بتطور مستمر وعم بتصير اكثر واكثر خطيرة، لانه في ظل غياب قانون يرعى هذه الجريمة ويحدد مفهومها، قام الاجتهاد اللبناني بسد هذه الثغرة. بس نقول الاجتهاد اللبناني يعني القضاء اللبناني. اوكي. سد هالثغرة وعرفها بالتعريف انه الجريمة او الظاهرة الاجرامية التي تحدث في عالم او بيئة الكمبيوتر. أوكي. بطريقة مبسطة للمشاهد، كل جريمة بتصير بعالم الانترنت او ببيئة الكمبيوتر هي جريمة معلوماتية. بهذا التعريف المبسط ممكن نتوسع بعدين بكيفية الملاحقة وكيفية تفسيرها. قبل الملاحقة انا بدي اقول امتى منقول في جريمة، لانه اليوم الموضوع عم يسبقنا، يعني كنا قبل بانه ما بعرف حدا خرق لي يمكن الايميل تبعي او بعت ايميل او قدر يعرف معلومه، اليوم صرنا عم نتطور اكثر، عم نروح على فيسبوك عم يروح كليا عم ينختفى، صرنا على اموال عم تتحول. مزبوط. يعني الجريمه بحد ذاتها عم تتطور اكثر وكل يوم في جريمه جديده، صحيح؟ مزبوط. أوكي. هي اذا بدك لحتى نفسر للمشاهد كيف بيقدر يستفيد من مفهوم الجريمه المعلوماتيه. كل ضرر بيلحق بحيالله مواطن لبناني بيعتبر هو انمست كرامته او شرفه او ضرر بامواله او باموال اللي هو مسؤول عنها. أوكي. يعتبر هذا الفعل من قبيل الجريمه المعلوماتيه. يعني لنعطي امثله لتكون اوضح الصوره، مثلا اللي بيتصير على الفيسبوك او على السوشيال ميديا من قطع وذم وتشهير. أوكي. او سرقه اكاونت او فيك اكاونت، هودي بينحطوا بخانه الجريمه المعلوماتيه. كمان اكثر من ذلك اللي بيسرق داتا لحدا، مثلا حدا عنده شركه عنده داتا ماليه او معلوماتيه، بصير في خرق لهذه الداتا من قبل مجهول، وبيتم الاستيلاء عليها بغيه ابتزاز صاحب الشركه ماديا. كمان هيدي تصنف بالجريمه المعلوماتيه. الخرق اللي بصير بالمصارف الماليه، اللي مثلا نحن شهدنا مؤخرا عده دعاوى
يلي بيكون مثلا متفق صاحب الحساب المصرفي مع المصرف انه انا اجراء او اتمام الحوالات المصرفيه تتم عندما ارسل لك رساله الكترونيه، تم خرق هذه الرسالات وتصار في حوالات ماليه من دون صاحب من دون علم صاحب الاكونت، وبالتالي بطل الموضوع بس محصور بالجرائم التي تحصل على الصفحات الالكترونيه او الفيسبوك. هذا اللي عم بقوله انه عم تتشعب كثير، تطورت يعني الى شكل خطير جدا، الى سرقه اموال، الى سرقه داتا، الى سرقه معلومات سريه. صار الموضوع يعني كل ما عم يتطور عم تتطور الملاحقه بطبيعه الحال، بس اللي عم بيصير انه مرات عم بيصير قصص جديده ما بتكون اصلا موجوده سابقا، وبالتالي عم بتخلي الجرائم تكون عم تتطور بشكل سريع. عم تتطور بشكل كثير سريع لانه عالم المعلوماتيه عم يتطور بشكل كثير سريع. صحيح. واليوم الخوف انه واحد يقدر يفوت على معلومات لها علاقه بالدوله، لها علاقه بجهات رسميه، وهنيك يقدر يعني ياخذ كل هالمعلومات. وعم نسمع صرنا عنا اكثر واكثر. طيب القوانين يلي تقدم، عم تقول عم تقلي في مشروع او قانون مقدم. مزبوط. المشروع هذا كمان يعني ما راح يكون ثابت، بده يتطور مع تطور كل هالجرائم اللي عم بتصير. في له باز بس اكيد. مزبوط. في مشروع قانون موجود بمجلس النواب، بس في ظل هالوقت في ظل انه الجريمه موجوده، القضاء اللبناني عم بيطبق اذا بدك قياسا قانون العقوبات اللبناني. أوكي. لحتى ما يكون المرتكب متواري عن الانظار او ما يقدروا يلحقوه جزائيا. لحديث ما يطلع القانون او يصدر عن المجلس النواب، في نحن عندنا طريقتين. اول طريقه هي واحد يقدر يتقدم شكوى مباشره قدام النيابه العامه الاستئنافيه بكل محافظه. وهون بدي افتح الهلال لانه شوي في اختلاف. الطريقه الاولى انه بيقدر اذا طلع شيء معين على فيسبوك او موقع الكتروني موقعه لنقول بجبل لبنان، النيابه العامه الاستئنافيه بجبل لبنان هي مختصه لاستقبال هذه الشكاوى على هذا الموقع. طيب. في حين صدر اجتهادات ثانيه بتقول لا، انه المعلومه عم بيقدر يشوفها المواطن اللبناني بكل لبنان، وبالتالي حيالله نيابه عامه بلبنان هي عندها صلاحيه تقدر تلاحق. بس يقدم الشكوى، المدعي العام بيحول هذه الشكوى لقسم مركزي لكل لبنان، هو قسم الجرائم مكافحه الجرائم المعلوماتيه. عظيم. يلي هو المفروض انه يكون مفعل جدا. صحيح. وعنده يعني كل التقنيات على كل شيء تقنيات. مزبوط. عم بيكون انا هون بدي اقول للمواطن انه يلي بيتقدم بشكوى، يلي بحس حاله متضرر من شكوى من جرم بصنفه جريمة معلوماتية، رح يتحول هذا الملف أو هذه القضية إلى قسم الجرائم المعلوماتية، ويكون أكيد أنه إذا كان في باز لهذه الشكوى رح يوصل لحقه، لأنه قسم الجرائم المعلوماتية عنده أول شيء التقنيات اللازمة، عنده الأكسس يقدر يفوت مطرح ما بده. وعم يوصلوا لنتيجة 90% من الشكاوى اللي عم توصل على هذا القسم. من بعد ما يتم التحقيق وكشف هوية الفاعل، مرات بكون الفاعل مش بلبنان. ما هذا اللي بدي اقوله انا. صح. عم بيصير في يعني هذا الجزء الثاني، عم بيصير في تنسيق بين لبنان وخارج. صحيح. لبنان مع يعني اجهزه مماثله. صحيح. أوكي. مرات بكون الفعل مش بلبنان. ساعتها هون دور القضاء عندما يحال ملف الى قاضي التحقيق او قاضي المنفرد الجزائي، او عندما يتم اصدار مذكره توقيف بحق هذا الفاعل المجهول المعلوم وهو خارج الأراضي اللبنانية. أوكي. يتم مخاطبة الانتربول لحتى بغية ملاحقته بالعالم. وبالتالي يعني كل شكوى تتم ملاحقتها وفقا للأصول إلا ما يوصل صاحب الحق إلى حقه بنهاية الأمر، وبعدها يتم إحالتها إلى المحكمة لإصدار الحكم بالفاعل أو الفاعلين. عادة عم بتكون العقوبات تتراوح حسب شو أهميتها، يعني أكيد إذا في استيلاءات على الأموال بردود هذه الأموال بالرد، يعني الأموال المستولى عليها، كمان بالإضافة إلى العطل والضرر اللي بيكون تقريبا ثلث قيمة المبالغ المستولى عليها، بالإضافة إلى ممكن يكون في حبس أو غرامة بهذا الموضوع. ونحن شفنا يعني آخر سنوات أنه عم بتكون الأمور في هذه القضايا ماشي. طيب. هون وقت عم نحكي صرنا عم نفوت على شيء له علاقه باموال، هل البنوك اللبنانيه كمان بتفوت على الخط؟ يعني هن بده يكونوا عارفين ويقدروا يرجعوا يضبطوا كل التحويلات والاكاونت والى اخره. قديش في تنسيق كمان مع المصارف اللبنانيه؟ مزبوط. صارت ومن وراء السبب
الأساسي تطور هذه الجريمة. صار بطلوا يعتمدوا الطريقة القديمة المعتمدة أنه بالإحالة باي إيميل بس يكتفي. صار في قصص حتى يأمن المصرف أنه أوكي. صاحب العلاقة صار بيجي مسج على تليفونه بتلفنه قبل. صار يعمل خطوات وقائية لحتى يتأكد أنه صاحب الحساب المصرفي لديه هو اللي عم يطلب هذا الشيء. عظيم. من بعد ما تعلموا يعني من صار في تجارب عدة تحولت إلى قضايا قدام القضاء اللبناني، من وراها تطور السيستم المصرفي لدينا عند المصارف كلها، لأنه شافوا أنه إذا ما عملنا هيك رح يضل الجريمة المعلوماتية خارقتنا. وصارت تخف تدريجيا يعني بهذا الموضوع، يعني قادرين أنه فورا بحال أي شيء ما يعني ما تكون المصاري انسحبت فورا، يعني عم بيعطوا مثل ألارم انه عم بيصير هيك، بنحول او ما بنحول، بنسحب او ما بنسحب، يعني عم بترجع شوي الاموال. هي قصص ترجع تشوف يعني مرات انه القصص البدائيه هي مرات حل للموضوع، يعني تليفون لصاحب بحل. الحساب بحل مشكل كثير كبير. صح. برد عليه بقول له انا هلا اجاني معامله كذا، حضرتك البعتها؟ بقول له اذا قال له ايه يعني صحيح، اذا قال له لا يعني صار في او مسج، ساعتها بيضطر يتلفن صاحب الحساب للبنك انه انا ما 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 ما, ما بعت اي رساله بهذا الموضوع. يعني هلا هن كمان عم بيحذروا انه واحد يعني يعرف ينتبه على الكريدت كاردز تبعوله الى اخره، كيف يستعملهم ووين، ويحط ليميت ويحط كود، يعني كل هيدي التفاصيل يلي هي صغيره. انا بدي ارجع على القوانين ومشاريع القوانين. قديش اندرس المشروع يعني مشاريع القوانين يلي هي موجوده، وقديش ممكن انه بعد يعني نلحق نزيد عليها قبل ما يقر كل شيء عم بيصير هلا بسرعه؟ هو الاساس انه يصير في قانون. أوكي. يعني التعديلات بتصير بعدين بشكل اهين من اقرار القانون. نحن يعني لازم نكون سباقين بالموضوع، لانه في دول عربيه سبقتنا. وعندها قانون بكافح الجريمه المعلوماتيه. بس يصدر هذا القانون بيصير على القليله في مفهوم لهذه الجريمه تحديدا، كيفيه الملاحقه، كل هالامور اللي عندها الاسئله اللي عم بيطرحها المواطن بصير في لها جواب بهذا القانون. هلا كيفيه تطوير وتعديله بصير بعدين بالتطبيق، يعني ما في قانون بيطلع كامل 100%. بس انا الفكره انه هل نحن عم ناخذ شيء سبيسيفيك لبناني او نحن عم ناخذ معايير دوليه ونطبق اللي عم بيصير عالميا؟ اذا بدك الاثنين سوا، لانه نحن اخر النهار السيستم المالي او المصرفي او ان كان السوشيال ميديا هو بالعالم عالمياً. صار عالمي منه حصرا على على لبنان. وبالتالي نحن اذا بدك اخذين بعين الامر هذا المشروع او القانون الذي سوف يصدر، اكيد بكون اخذ بعين الامر انه البيئه اللبنانيه، بالاضافه انه هذا الموضوع صار عالمي وهي جريمه عالميه يعني تتخطى الحدود اللبنانيه. يعني اغلبيه الجرائم اللي عم بتصير بكون مثلا اغلبها بكون في عده اشخاص، عده فاعلين، شيء بقلب لبنان شيء برات لبنان بينسقوا سوا، بيطلع مثلا الاكونت من برات لبنان بكون في حدا عم بيحول له المصاري لبرا. يعني ومرات بتكون جريمه بسيطه عاديه يلي مثلا حدا فنان او اعلامي او شيء بيستولوا له على الاكونت تبعه ببغية التشهير فيه. هودي صاروا ابسط انواع الجرائم. انا قد ايه عم بيزيدوا نسبتهم؟ هودي كتار كتير بس مش هون الخطورة. يعني اللي عنده public figure مثل الفنان والصحافة المشهور بده يتوقع حدا، يعني أنا بعرف صحفية فتحين لهم 20 أكاونت وهو عنده أكاونت واحد، يعني صحيح هيدا عم بيأخذ صورة بياخذ من هون بياخذ صورة وحدة بيعمل لها سيف عنده بيعمل لها أكاونت وبصير يحكي باسمه. هودي صاروا إذا بدك أبسط. أنا ليه موضوع الجريمة المعلوماتية مهم وخطير ولازم يتضوى عليه بشكل مستمر؟ لانه هذه النوع من الجرائم مفكرين المواطنين انه بس محصرا الجريمه المعلوماتيه بهذا النوع من الجرائم، بالحكي والتشهير. لا بس هي اكثر من هيك، هي ابسط شيء. يعني بكل العالم في تشهير وكدح وذم ببعضهم، وفي منهم ما بيروحوا للقضاء. يعني الحريات مثلا في بيقولوا لك هيدي من باب الحريات وتعبير الراي وكذا، نحن هون بلبنان لا، بعضهم في حدود. إيه طبعا انه انا لك حق تعطي رايك، لك حق، بس ما لك حق تسرق اكونت لحدا، ما لك حق تحكي باسمه، او اذا ما سرقت ما لك حق تعمل كومنت على هذا الاكونت بيشكل ذم او تشهير. في حدود للحريه. أوكي. اللي هو بيحددها القانون والدستور اللبناني. عظيم. بس هو الشق الاخطر اللي نرجع عم نحكي يعني هو المعلومات وهو الاموال. صحيح. هونيك السرقه اللي التضوية عن جد لازم نضل نحكي عنها، انه هو الجريمه المعلوماتيه لا تشكل فقط الذم والتشهير،
اللي عم كنا عم نحكي عنهم هي سرقة الأموال، سرقة المعلومات، سرقة الداتا للشركات، عم نشوف كثير الكريدت كارد هن هون هدول يلي عم بيصير. بس الحمد لله اليوم اطمنا انه لا بصير في تحرك. صحيح صحيح، وان شاء الله اهلا وسهلا فيك، مرسي على هالمعلومات. اليوم حبينا نضوي على هالموضوع لانه اكيد عم بيكون موضوع الساعة والناس كلها عم تسأل عنه. خليكم معنا مشاهدينا، رح ناخذ بريك ونرجع نتابع. بلشت التحضيرات بمطبخنا اليوم بعالم الصباح اكيد مع شيف حسين ضمن فقرات ورشة ملح. رح ننتقل لعنده ونبلش اكثر نفوت بهيدي التفاصيل مع الالوان. واليوم اللقطين، مش اليوم بس، هيدا الشهر كله اللقطين هو عم بيكون نجمنا بمطبخنا. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل ما خبرتكم عنهم ببداية عالم الصباح. عنا الغريبة، بس الغريبة اليوم حضرينا نحن مشاهدينا بطريقة مختلفة. عنا كمان راس الكفتة بالباتنجان، وأيضا في عنا سلطة الباتنجان واللقطين أو القرع. هول هنا كان مشاهدينا وصفاتنا لليوم. طبعا بأول فقرة من فقرات رشة ملح مثل العادة راح نبلش بالغريبة أو طبق الحلو. بالنسبة للغريبة راح حط سكر بودرة بالخلاط الكهربائي، لكن وراح ضيف لسكر بودرة السمنة. لكن مشاهدينا عندنا سكر بودرة وعندنا السمنة أو الزبدة، طبعا هن اللي بيعطوا نكهة كتير طيبة. هلا فيكم تحطوا زيت نباتي، بس بالزيت النباتي مش رح تطلع طيبة وما رح يكون فيها طعمة. هي أساسا سمنة هي اللي بتعطيها الطعمة. لكن مثل ما عم بتشوفوا هون حطينا السمنة. أنا بهالوقت في عندي مسكة، المسكة كمان رح دقها، ظرف مسكة بيعطي نكهة كتير طيبة. كمان منضيف المسكة بهالشكل. هلا شو رح أعمل؟ رح إجي ضيف الفانيل كمان. هيدي لكن المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. عندنا طحين كمان مشاهدينا راح نضيف الطحين. لكن صار في عندي سكر بودرة، صار في عندي سمنة، صار في عندي أيضا من الفانيل، صار في عندي مسكة، وهلأ هون عم نضيف الطحين المنخل فوق هول المكونات ومنخلطهم مع بعض لحتى نحصل على عجينة ناعمة وبنفس الوقت تكون عجينة متماسكة. لكن مشاهدينا هون نحن ناطرين لحتى يصير في عندي من العجينة المتماسكة الناعمة. بعد ما يصير في عندي عجينة بعملهم بشكل بول. طبعا بتاني فقرة من فقرات رشة ملح أنا وياكم بدنا نحضر كيف منحضر الغريبة. أما هلأ عم نحضر عجينة الغريبة. هيدي العجينة تركينا لحتى تتماسك كلها مشاهدينا مع بعضها. طبعا هون بدي اقول شغلي لكل المشاهدين، اذا لاحظتوا انا كيف حطيتهم على المقادير او على العيارات، هيدي المقادير عم نشوفها على الشاشه. اجباري نحن هون بهيدا الطبق او بكل وصفات الحلو نحط نحن المكونات او المقادير تكون مزبوطه. يعني مثل ما شفتوا هون عندي العجينه بلشت تتماسك وتاخذ بعض، يعني اذا حطيت انا شوي سمنه زياده رح تطلع عندي العجينه مي، أو إذا قللت من السمنة ما رح يصير في عندي عجينة متماسكة. خلينا هون نحن بهالوقت نشوف العجينة كيف. لكن مشاهدينا هيدي هي العجينة مثل ما عم بتشوفوا، بس بعدها ما انخلطت كلها مع بعض. أنا بدي أتركها لحتى تنخلط العجينة مع بعض. بعد ما تنخلط بنشتغل فيها أنا وياكم بتاني فقرة من فقرات رشة ملح. أما بالنسبة مشاهدينا في عنا الوصفتين، الوصفتين طبعا المالح، عندي سلطة الباذنجان مع اللقطين. هيدا اللقطين باخر فقرة رح نقشر اللقطينة، رح نحضر اللقطين انا وياكم، نفضي اللقطينة ونحضرها سلطة. لكن سلطة اللقطين. اما بالنسبة للباذنجان، الباذنجان رح اقطع الباذنجان مربعات.
خليني اقول لكم شغله، فيني كمان حط مع اللقطين اقطع لقطين مربعات واقليهم شوي، ما عندي اي مشكله. والباذنجان كمان بقطعهم مربعات بنقليهم بالاضافه مشاهدينا للبصل وخل العنب، لكن هول هني وصفاتنا رح خبركم عنهم بعد شوي بالتفصيل. اما هلا بالعوده الي غادة. مرسي شيف. سؤال، قديش بتستعمل مايكروويف؟ ما هيك كارلا؟ نعم، لازم هذا السؤال هلا لانه رح تعطينا عليه جواب اكثر كارلا هلا بمحطتنا التاليه مع خفيف نظيف. كنت عم بسال الشيف قديش بيستعمل مايكروويف، اذا كثير بيتكل على المايكروويف ايه ام لا؟ ما كثير بتتكل؟ ما سمعتنا، لانه بدنا نحكي هلا عن المايكروويف. صباح الخير. صباح الخير. ما سمعنا، مشغول وعم بحضر. صحيح صحيح صحيح. هلا هو المشكل انه في كثير اشخاص ما بيحبوا يستعملوا ابدا المايكروويف، بس الحقيقه انه بحياتنا السريعه منعوز نستعمل المايكرويف لنسخن، لندوب الثلج عن الاكل، لنطبخ بعض الاوقات. هل يا ترى المايكرويف تسخين او طبخ بالمايكرويف بخلينا نخسر المغذيات؟ هل تعرفي في كثير اشخاص بيعتقدوا انه المايكرويف او الاكل اللي بيتسخن بالمايكرويف بيصير بقلبه اشعاعات؟ فرح نحكي عن كل هالتفاصيل اليوم ونجرب هيك نحط الصح من من الغلط. هلا اول شيء غدا، اذا بدنا نحكي عن خساره المغذيات، لازم بالاكل عامه لازم نعرف انه اي طريقه طبخ بتخليك طبعا تخسري كثير من فيتامينات، معادن الى اخره. وفي ثلاث عوامل لازم ننتبه لها باي طريقه طبخ نحن عم نستعملها. اول عامل هو الوقت، ثاني عامل هو درجه الحراره، وثالث عامل المي اللي انت عم بتحطيها لتطبخي اكلك باي طريقه اللي كانت، ان كان على الطنجره من فوق، على المقليه، بقلب الفرن، او حتى بالمايكرويف. فكل ما طبخنا لوقت اطول كل ما عم نفقد مغذيات، كل ما علينا درجه الحراره كل ما فقدنا مغذيات، وكل ما حطينا مي اكثر كل ما صار عندك معادن واملاح معدنيه وفيتامينات عم بتنزل بقلب المي. فاذا بنطلع على المايكرويف، الحقيقه المايكرويف بخفف لك من كل هالامور. اول شيء بيسخن او بيطبخ بوقت اسرع بكثير من الطبخ العادي، ان كان على اذا عم تسلقي يعني مثلا، بس مثلا اذا عم بسلق انا بطاطا بدها على القليله 20 دقيقه، اذا عم بحطها بطبخها بالمايكرويف او عم بسلقها بالمايكرويف 5 دقائق، يعني شوف قد ايه عم تربحي وقت. وقتها تسلقي الخضره او اي شيء بدك تغمريهم بالمي، الا اذا استعملنا الستيمينج او طبخ على البخار اللي هو بده وقت اكثر، وساعتها ما بتستعملي مي كثير. اوكي. بالمايكرويف فيك ما تستعملي مي ابدا، او فيك تحطي بس نقطه مي بقعر الوعاء اللي انت عم تطبخي فيه. هلا درجه الحراره ما كثير فينا نلعب فيها، انه فينا نخفف شوي، بس اجمالا المايكرويف تطلع درجه الحراره فيها عاليه، ما كثير فيك تخففي، بس الفرق انه انت بهالدرجه الحراره العاليه اللي عم بتكون بالمايكرويف ما عم بتكون لفتره طويله. ولازم نفسر هون غادة للمشاهدين كيف بتصير طريقه التسخين او الطبخ. هو صحيح في اشعاعات، بس هيدول الاشعاعات ما بيدخلوا لداخل الطعام، هيدول اللي بنسميهم ما يعرف بالويف لينكس او هيك الشعاع، بيسخن المي موجات اذا بدك، بتسخن هي موجات الحقيقه، بتسخن المي يلي بقلب الطعام، يعني لنقول انت عم تطبخي او عم بتسل، الى نقول نرجع لفكره البطاطا، البطاطا اصلا فيها شويه مي هي ونيه طبعا، فهالموجات اللي بتجي من المايكرويف بتحرك المي يلي بقلب البطاطا وهيك تنطبخ وهيك بتصير يعني او بتستوي. فاول شيء ما عم بيكون في اشعاع عم بيدخل بقلب الطعام، الاشعاع الوحيد اللي لازم نخاف منه هو اذا المايكرويف قديم، ممكن انه يكون عم بيظهر اشعاعات لبرا يعني بيأذي الشخص اللي واقف قدامه،
فدائما لازم ننتبه انه الميكرويف عم يسكر مزبوط. طبعا ما نشغل الميكرويف نحن ومسكرين البيت. وطبعا كثير الناس بخافوا من انه الوعاء اللي انت عم تستعمليه. هلا عم لاقي في ناس عم بتسخن بالالومنيوم، بس حتى هلا صار في صحون الومنيوم سبيسيال خاصه ل حتى نايلون بلاستيك يعني حتى في بلاستيك خاص لا تستعملي بقلب الميكرويف، علما انه طبعا اضبط شيء تحطي يا زجاج يا فخار يا شيء بورسلان بقلب بقلب الميكرويف لحتى انه يكون اقل شيء يعني درجة. ما بتتفاعل ابدا مع درجه الحراره. فهون نحن وقتا نقول انه شو هي اذا بدنا نحكي مثلا البروكولي، انه انا البروكولي بخسر في بخسر فيتامين سي كثير وقتها اسلقه، بس وقت احطه بقلب الميكرويف كميه الفيتامين سي اللي فيه نحفظها اكثر. يعني مثلا هون مثل ما مبين معنا، حتى قطعنا مثلا البروكولي حطينا طبعا بده يتغسل وبتتركي يعني انجأ شويه مي بقعر الوعاء. واذا لاحظتي هون نحن حتى عم نستعمل البول بورسلان او زيز افضل، وهيدي طبعا موجود بكل البيوت ما في اي مشكل، وبتحطي بقلب الميكروويف وبتلاقيه صار جاهز للاستعمال. وهون طبعا ما اخذنا وقت كثير. نفس الشيء اذا استعملت اي شيء ثاني، يعني اي خضار ثانيه، فيها تكون كوسه، فيها تكون باذنجان، حضريهم للطبخ وبعدين ترجع بتسقطي بالطنجرة مع الصوص البندورة مع اللحمة مع أي شيء بيكون صار جاهز. هون نحن هاي إذا بدك منسميها ما تعرف بكمان الستيمينج أو طريقة الطبخ على البخار بقلب الميكرويف. هلا أنت غدا كنت عم تقليل بياخد وقت أكتر، صحيح بياخد وقت أكتر. نحن لأنه وقت نعمل الطبخ على البخار العادي بالبيت عنا منحط كمية مي، منجيب طنجرة بيكون كعبه سميك، منعبي شويه مي تحتها، وبعدين منحط مثل هيك كرسي صغيره اذا بدك لتشقل اي شيء عم تطبخيه، مثلا بتحطي بالسله خضار اجمالا، وبتولع النار، بتكون المي ما عم بتدق مباشره بالخضار بس عم بينطبخوا على بخار المي. فهيدي الطريقه طبعا كثير منيحه وفينا نعتمدها كمان بالمايكرويف. مع العلم انه نحن الكميه شفت اللي حطيناها كثير شوي قليله كثير، انجا حطيتي ملعقتين او ثلاثه لانه اسرع ولانه اقوى. لا صحيح لانه اسرع، فالكميه اي شيء فيتامينز او اي شيء مينرالز رح ينزلوا بقلب هالمي هن كثير قليل. مع العلم انه اذا نحن ولا بد بدنا نستعمل نحط مي اكثر ونغلي او نحط بالطنجره ما في مشكل، نرجع نستعمل هالمي لنعمل منها او مرقه بتزيديها مع الاكل أكيد. او باز للصوص يعني اذا مش صوص فيها تكون سوب شوربه. بقى من هيك نجرب انه كل هالمي اللي عم بتروح ما نكبها، خاصة إذا بتلاحظي بعض أنواع الخضار مثلا مثل البروكولي والسبانخ والهندبي تشوفي كيف لونها بيصير أخضر، يعني هيدا دليل قد راح أشياء منها خلال الطبخ. ومقارنة طبعا إذا حطيتيها بالمايكرويف ما بينزل شيء، بتلاقي إنه بعده حتى لو فيها نقطة مي قليلة. بس هو السؤال هو الستركتور، يعني كيف بيطلعوا من الميكروويف؟ اوقات بيطلعوا منشفين، اوقات برافو بيطلعوا معضمين، اوقات بيطلعوا 100%. بقى هون ما بعرف كيف صحيح نحن بيتغير شكلهم هلا بعد شوي رح نحكي عن كيف شو بيقولوا اذا عم نحكي على البيتزا او غير، هلا رح نفرجي عنها بيتزا رز الى اخره. هون مثلا بالنسبه بنرجع بنحكي اكثر نتيجه عم بتكون 100% ظابطه هي بالنسبه للخضار، لانه عم تلاقي عم بيستووا من دون ما يستووا كثير، عم بيحافظوا على المواد المفيده اللي فيهم، وبنفس الوقت
عم بيكونوا كرانشي او بعدهم عم بيقرشوا او حتى ما باله كثير مثل وقتها تسلقي يعني اذا سلقتي بالمي ان كان ارنبيط او بس بعتقد عن شرط انه يكونوا يعني مقطعين الصغير ايه ومش بس هيك يعني ما فينا نحط راس بطاطا هالقد ونقول هلا اذا بدك تحطي راس البطاطا مثل ما هو ما بيمنع بس بتحطي مثلا لحاله بالوعاء بدك تحسبي حساب قد صح ليقدر كله ياخذ ما هون المشكل انه نحن تتوزع درجه الحراره مش الدرجه تتوزع الحراره بطريقه متساويه على الكل. على الكل بالنسبه للي كنت عم تحكي بالنسبه للمعجنات تحديدا والبيتزا والى اخره يلي عم بيصير مزبوط انه انا وقت احط بيتزا بقلب الميكروويف بدها تعظم وقت احط سخن منقوشه بالميكروويف او خبز كله بيعظم مشان هيك يلي بدنا نعمله انه نحن ما بدنا بدنا ننتبه قديش وقت عم بحط وبدي انتبه على اي زر عم بكبس لحتى ما تنشف المي يلي بقلب هالخبز ومثل ما بتقولي بتقرقد او بتنشف صحيح فهون اذا مثل ما عم بيبين معنا عم بيطلع عم بتحط العجينه عم بتحطي طبعا يلي شو ما بدك فيها وبتزيد الجبنه الصوص وغير المكونات لا بعدين تنحط ان كان مثلا بالمايكرويف او بالفرن هلا طبعا فيك تحطي بالفرن وتطبخيها بس بالمايكرويف طبعا عم بيكون الوقت اسرع وبديك تنتبهي وتقري نحن ما بنقرا ايه ما بنقرا نحن قديش وقت لازم ينحط وقديش طبعا درجه الحراره هلا نحن تنهين علينا بنستعمل زر واحد بالميكرويف صحيح يعني ما كثير يلي هيدا الهيت الهيت وخلص يلا 1 أو 2 هلا هون اللي بدي اقوله انه وقتها بدنا نسخن اعاده التسخين هون المشكله شخصيا انا بقول ما تحطوا سخين هيتينج خلينا نحط مثلا ستيمينج اذا في شيء كبسه ستيمينج افضل او بنطلع من يعني على قد من عد 10 ثواني بس ولا حتى 30 ثانيه لحتى ما تنشف المي بقلب العجينه شو ما كانت تكون ونفس الشيء بالنسبه للرز الرز لانه وقت يكون باقي عندك من قبل بنهار ما رح ترجع تسخنيه على النار رح تسخنيه على الميكروويف فهون كمان بدنا ننتبه انه نحط اقل من دقيقه لحتى ما يرقد مثل ما عم بتقولي بينشف تحسي او ينشف لانه رح تنشفت المي منه كليا هلا مع العلم انه مثلا بالرز او السباغيتي ممكن نرجع نرطبهم شوي صح. يعني ممكن انا كيف عملنا بالخضار مثل ما شفنا قبل شوي بالبروكولي او اي خضره تانية بحط ملعقه مي على الوعاء يعني بترجع انت كانه عم بيجي عم بيشرب المي والمي هيدي اللي زدتيها هي اللي بتخل... عم بتبخر وعم بتسخن وعم بتتحرك يعني بشكل أوكي. وكتير مهم انه انا حرك يعني اوقات بتحطي مثلا 10 ثواني رجعي ظهر الوعاء حركي ورجعي دخليه لحتى كمان تتوزع الحراره بكل الوعاء وهيدا دائما بنركز عليه وقت انا عم برجع بسخن اكل من امبارح لحتى اتاكد انه كل الصحن تسخن مش بس للطعمه بس كمان لسلامه الغذاء صح. لانه نحن بدنا الاكل كله توصل درجه الحراره عليه للمية لنتاكد انه اذا في صار في تراكم للبكتيريا تسخن او راحت كلها لانه كل الصحن او كل الوعاء تعرض لدرجه حراره اللي هي 100 درجه مئويه اجمالا نحن ما بنستعمل اكثر من دقيقتين لنسخن الاكل بعض الاوقات دقيقه بتكون كافيه مرسي كارلا شكرا لك كمان اكيد بنشوفك اسبوع الجاي بريك خليكم معنا بنرجع بنتابع السوبر ماركت يلي انطلق مؤخرا ما بيشبه اي سوبر ماركت تاني يمكن بلبنان هالمبادرة رح نحكي عنها لانه موجه للاشخاص يلي عندهم حاجات خاصة وخصوصا المكفوفين ضيفتنا اليوم باستوديو عالم الصباح نادين ابو زكي لحتى نحكي اللي هي مؤسسة ومديرة جمعية ريد اوك صباح الخير اهلا وسهلا فيك نادين بدنا نحكي عن ريد اوك بدنا نحكي
عن النشاطات اللي عم تعملوها مؤخرا، وبالتحديد كيف هالسوبر ماركت ممكن انه يساعد هالاشخاص ويعطيهم ثقه اكثر انه هن قادرين انهم يتكلوا على حالهم. خلينا نبلش بالاول بريد اوك. ليش ريد اوك؟ اول شيء ريد اوك تاسست بال 2017 وهدفها تمكين الشباب وبناء القدرات من خلال الارت والبرفورمينج ارت بالاول. اوكي. وشعارنا هو التغيير الاجتماعي دائما من خلال طرح افكار جديده ومن خلال الابتكار. ومحورنا هو الانسان اكيد. وحق مشاركه كل فرد بالحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. ومن هون كمان انطلقت فكره سوبر ماركت صديق للمكفوفين. اوكي. يلي نحن من خلالها كان هدفنا انه نساعد المكفوفين وضعيفي البصر ليقدروا يتسوقوا بطريقه سهله بلا ما يكون شرط انه يجي حدا معهم من عائلتهم، بس انه ممكن يجوا هن بالتاكسي ويكون عندهم هالبوسيبيليتي انه يقدروا جوا يطرحوا الاسئله اللي بدهم اياها، يختاروا اللي بدهم اياه، لانه مش دائما هذا الشيء سهل بيكون موجود. فاذا المبادره بس منها هينه، يعني بده يكون في اشخاص جوا عندهم القدره انهم يتاقلموا يساعدوا يكونوا موجودين. صار في يعني المشروع انعمل بالتعاون مع مين؟ كيف انعمل؟ اول شيء هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسه ماركت ومديرتها رولا زهيري عبد الباقي. رحبت كثير بفكره انه تصير ماركت اكسسبل للمكفوفين وضعيفي البصر. نحن دربنا الموظفين اللي موجودين بالماركت، دربهم رئيس جمعيه الشبيبه للمكفوفين عامر مكارم. كان هذا التدريب كتير مهم وكتير انبسطوا فيه هن الموظفين. كان اول شيء توعيه للموظفين هن بحد ذاتهم على هيدي القضيه، بالاضافه لكمان كيف بدهم يتواصلوا ويتعاملوا مع مكفوف او ضعيف بصر بفوت لعندهم على السوبر ماركت. يعني كيف احنا عندنا صور بعتقد فينا نشوفها بهالوقت، ونشوف الافتتاح ما كان من زمان، كان من كم يوم، الاسبوع الماضي. الاسبوع الماضي راح نشوف الفيديو ونقدر نعلق عليه ونتعرف اكثر وين موجود السوبر ماركت وكيف بيقدروا يوصلوا وشو الموجود جوا فعليا. عم نشوفهم، يا ريت تشرحي لنا شوي اكثر. دونك السوبر ماركت موجودة على شارع ريتم. كان في عدد بالافتتاح، كان في عدد من المدارس المختصة، كان في عدد من المكفوفين كمان موجودين معنا بهذا الافتتاح. خلال الافتتاح عملنا كمان فلاش موب أخرجته المخرجة رويدة الغالي. أوكي. وشارك فيه كمان مجموعة من الدانسرز ومن الموسيقيين، من بيناتهم بشارة عطلة، نيفين كلاس، لما الأمين، توم هورنينج، وغيرهم كمان. هلأ خلينا نوضح شغلة، أن السوبر ماركت ليس فقط للمكفوفين. هل الناس يعني مين ما كان بيقدر يفوت يتبضع، صحيح؟ اكيد اكيد، أكيد. هي السوبر ماركت لكل الناس، لكل الناس، بس للموظفين هن بيعرفوا اول شيء بدهم يستقبلوا، بس اذا عرفوا انه في كفيف جاي لعندهم بيستقبلوه على يعني بياخذوه من التاكسي بيمشوا معه بالطريقه يلي تعلموا كيف بده الواحد يمشي مع كفيف. بيوصلوا صوب المنتجات، صوب البرودكتس اللي موجوده، وبيشرحوا عنهم بالتفاصيل حسب حاجات اكيد الشخص يلي جاي. اذا في عروضات معينه كمان بيخبروا عنهم، اذا في اسعار بيحكوا عنها. وبعدين في عمليه الدفع يلي هي كمان مرحله اساسيه، هن بيرافقوا الكفيف او ضعيف البصر كمان على الصندوق على الكاشير، بيذكروا كل شيء اشتريه على صوت عالي، بيقولوا قد ايه عم بيدفع قدامه، وكمان يعني عمليه الدفع كمان نقطه كثير مهمه. ايه صحيح. وبعدين تيرجعوا يرافقوا لبرا، وبيرافقوا لبرا مع الاغراض نعم، وبيخصصوا اكيد من 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 وقتهم. طيب عظيم، هيدا الشيء لازم يتعمم على كل الموظفين بعتقد بكل السوبر ماركت، يلي يعني مش غلط ممكن واحد ما قادر يوصل على هالمحل بالتحديد. كيف رح تتعمم هيدي هلا الفكره اكثر؟ ما اكيد الهدف انه هيدي خطوه اولى. وهدفنا ومنتامل انه هيدي المبادره انه تتعمم على
اكثر مناطق واكثر مؤسسات كمان. صح. هي عم نعتبر انه هيدي مثل نموذج لنعطي كمان نحمس غير مؤسسات منشان انه تفتح ابوابها للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصه بالاجمال. يعني هلا اليوم كنا يمكن بفتره سابقه كان في يمكن تامين شوي اسهل للاشخاص اللي بفوتوا على كراسي متحركه مع الدوليب وهيك يقدروا يكون في مجالات انهم يمرقوا كمان حدا يساعدهم. اليوم عم ننتقل الى هذا الموضوع اللي هو كمان كثير مهم بهذا الاطار، لانه تيحسوا حالهم فعليا انه هن مرتاحين منخرطين بالمجتمع، مش بحاجه دائما الى انه حدا يعمل لهم غراضهم بالنيابه عنهم. اذا المشروع عم ينشغل انه يتطور بالقريب العاجل، شو اول خطوه هلا رح تصير؟ والخطوه نحن هيدي كمان موضوع السوبر ماركت منه اول خطوه بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصه، بس نحن كمان اطلقنا مبادره، اطلقنا مشروع اسمه الرجاء اللمس او بليز تاتش مع متحف اوميرو الايطالي. وهدف المشروع انه نسهل دخول المكفوفين للمتاحف بلبنان. أوكي. فيصيروا المتاحف بلبنان كمان المتحف يصير صديق للكفيف من خلال توجيه يعني سيستم عبر اللمس. من خلال كتابات بالبراي على الاعمال يلي هلا عم بيتم اختيارها بالمتاحف، الاعمال رح تصير متاحه لللمس. بعد يعني سيلكشن من الاعمال رح تكون متاحه لللمس. سيلكشن لانه مش كل شيء بيقدر. اي اكيد. نعم. ورح كمان يتم تدريب الادله يلي بالثلاث متاحف يلي نحن متعاونين معهم كريد اوك، يلي هن المتحف الوطني ومتحف سرسو ومقام. سو هلا نحن ب 29 اكتوبر الجايه رح يجي رئيس متحف اوميرو يلي هو اسمه ألدو غراسيني، رح يجي لنفتتح سوا بالمتحف الوطني هيدا المشروع مع مجموعه كمان من المكفوفين يلي رح يكونوا جايدد من قبل اكسبرت من متحف هيدا اوميرو. هذا بده تجهيزات يعني، وبده اكيد عم بتتعاونوا مع مين؟ يعني هل الوزارات عم بتقدر تساعدكم او عم بيكون في تمويل من جهات خاصه اكثر؟ نحن اكيد الوزارات معنا بهيدي المشاريع اللي عم نعملها كتمويل. نحن هلا عم نعتمد على قدراتنا، واكيد انه هيدي المشاريع مطروحه امام المانحين اللبنانيين والاجانب المحتمله واللي كمان بتامن بعملنا. ما ضروري لانه تحت حد يعني منا هينه انه واحد يجهز هيدي الامور، بنعرف انه متاحف عالميه كبيره قادره انه تجهز حالها، بس يمكن نحن هون شوي عم بتكون في صعوبه انه دائما يكون في تجهيزات اضافيه او تكنولوجيا اضافيه او يعني تدريبات لهالموظفين، كله هيدا بكلف وب يعني بده مجهود وبده وقت وبده ناس خاصه تقدر تفوت وتدرب. مشان هيك يعني عم بسال، لانه دائما باي مشروع له علاقه بجمعيات نحن اليوم عم نطلع الى مين عم بيقدر يدعم، مين عم بيقدر يمول. نعم، يعني نحن عن جد عم نعتمد كثير على نفسنا وعلى رغبتنا منشان انه نقدم شيء للمكفوفين خاصه هلا بهذا المشروع. وكمان نحن مش بس انه عم نشتغل من اجل المكفوفين، بس كمان عم نشتغل معهم وعم نعمل هيدي الخطوات معهم وعم نشركهم بتنفيذ المشروع، بتنفيذ مشاريعنا. مثلا تنعرف بالضبط هن شو حاجتهم. نعم. وكمان عم بيشتغلوا يعني مثلا هلا تحضير المتاحف، عم نحضر للمتاحف والكتابه بالبراي مع مدرسه بلاست، ومنا نشكر ليندا مكتبي اللي هي عم بتساعدنا على هيدي الخطوه، ولن كمان نامن التكنولوجيا اللي نحن عايزينها منشان تنفيذ هذا المشروع. عظيم. يمكن كمان الخطوه اللي جايه هي على الطرقات، يقدروا يقطعوا ويعرفوا ويسمعوا الاشارات وكل هيدي الامور يلي صرنا اكثر عم نشوفها ببلدان عديده، بس للاسف بعدها مفقوده بلبنان، يكون في عندهم تروتوارات امنه يمشوا عليها واشارات السير وغيرها من هالمواضيع. يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك نادين. شكرا. طبعا اذا هيدا كان اول انطلاقه لاول سوبر ماركت، على امل انه تتعمم التجربه على كل المناطق وين ما كانوا موجودين يقدر يكون في عندهم هالسهوله بانهم يقدروا ياخذوا راحتهم بالتبطع. خليكم معنا مشاهدينا، كمان مره نحن وياكم بناخذ بريك وبنرجع نتابع. Thank you.
نوصل إلى محطتنا الأسبوعية مع بيت بيوت، ومثل ما ذكرت اليوم من البداية اللي حابب يعرف أكثر تفاصيل ليش أوقات بيوعى بالليل ما بيقعد يقدر ينام، الأرق وقديش ممكن يكون في له أثار أو أسباب نفسية، رح نحكي أكثر هلأ مع مايا. صباح الخير. صباح النور غادة. هو له اسباب وله اثار مثل ما قلت 100%. صحيح، لكن ما قلت انا بالنهايه يعني وقتها ما بتنامي مزبوط، هلا بده يكون في عوامل نفسيه اكيد بمعظم الاحيان هي صح. عم بتسبب انه الانسان عنده ارق، بس كمان اذا صار هالارق يعني مزمن. بشكل مزمن، صار يمكن بشكل شبه يومي، هلا حنشوف بحلقتنا اليوم، كمان بيصير هالارق بحد ذاته يخلق مشاعر اكتئاب معينه ويخلق ضغط نفسي معين اللي ناتج عن قله النوم بالنهايه، فبنصير بهالحلقه المفرغه. هلا كمان خلينا نذكر غاده، اليوم نحن كثير رح نركز على العوامل النفسيه اكيد هي حلقتنا، بس كمان ما بيمنع انه في عوامل جينيه كمان. هلا اوروزمون انه نشكر الله انه هي قليله يمكن بالنسبه لعوامل ثانيه نفسيه، بس كمان اثبتت الدراسات انه في عوامل جينيه للارق، واكثر شيء هو جان معين بيكون منقول من الام. يعني الدراسات اللي انعملت فرجت انه بالحالات اللي الارق هي له بيكون طابع جيني، بيكون هالجان ترانسمي من الام اكثر شيء، وانما العوامل النفسيه مثل ما عم نحكي هي اللي بتكون متعدده جدا. حدث ولا حرج. اكيد رح نحكي، هو رح نحكي عن تخلص بحلقه واحده ما بتخلص. هو ليك في شغله، هلا انا بتذاكر اليك انت وقتها ما بتنامي مثلا، شو اكثر شيء بتحسي انه ليه مش عم تنامي وقت بتسالي حالك عليه مش عم فكر؟ ما في شيء ثاني نهار بدي اعمله او هيك بتصير بحلله براسي وما بتقعد تخلص. ومش ضروري تكون حاله مستعصيه، يعني لا مش ضروري يكون الانسان عم بفكر بشيء يمكن شيء كثير صغير، يمكن ايفنت واحد عنده اياه، يمكن انه لازم اوعى بكره الساعه 7 وخايفه انه مثلا ما اوعى او ما اسمع الالارم او يعني اوقات بيصير واحد يعني. فاذا النتيجه هي اللي بدنا نقولها انه بالنهايه الانسان اللي عنده قلق اكثر من غيره، الانسان يلي هو بطبيعته بحب الامور تكون كامله اكثر من غيره، هو انسان معرض اكثر للارق، لانه هالاشخاص هولي هن اشخاص عندهم صعوبه انه ينطروا لحظه اللي بده يصير فيها الايفنت، يعني مش محاضره، مش مشوار، خاصه اشياء امور جديه بتكون لها علاقه بالعمل او بالدراسه، بيكون فيها العدم القدره انه عيش هيدي حاله الانتظار، لانه بحاله الانتظار بدي يصير ارجع انا اوعد الامور براسي اذا انا محضرتها مزبوط او لا، او بيكون تفكير سلبي بهالوقت اللي انا عم بنتظر فيه هالشغله اللي بدها تصير، بروح تفكيري لامور اكثر هي سلبيه، صح. مثل انه ما اقدر اوعى، مثل انه بكره ما في شيء ما يزبط بهيدا الايفنت والى اخره. فاذا هون نحن بنشدد على العلاجات الادراكيه عند الاشخاص اللي الارق بيصير مزمن عندهم. هلا وقت بنصير بنقول مزمن يعني بنعني انه الارق تقريبا يكون عم بيصير 3 مرات بالاسبوع ويكون عم بيصير لمده شهر، يعني بس يقطع شهر مرتين لثلاث مرات اسبوعيا ما عم يقدر الشخص ينام، هون صرنا عم نقول انه في حاله ارق فعليه. هلا في حالات ارق ثانيه كمان مهم نحكي عنها، هي اللي بتكون اسبابها النفسيه او عواملها النفسيه هي جديه اكثر اذا بقدر اقول، يعني مثلا بحالات الوسواس المرضي، بحالات الفوبيا او انواع الرهاب، اجمالا كمان هالاشخاص ممكن يعانوا من صعوبه بالنوم، وخاصه هالصعوبه بتكون باول الليل، يعني وقتها بفوتوا على التخت تيناموا بيكون في صعوبه انه يفوت. بالاول في فرق هون، في يعني فرق. في ناس بالاول بتطول لتنام، في ناس بتنام بعدين بتوعى مثلا ساعتين مثل ما عم بتقولي. للناس يلي بيناموا بسهوله اكثر وبيرجعوا بيوعوا كثير بكير وجه الصبح 3 أو 4 أو 5 هن اكثر الاشخاص اللي عندهم كآبه ديبرشن. يعني نحن وقتها بنشخص حالات الاكتئاب احدى الاعراض الاساسيه هي قله النوم او اضطرابات تصيب النوم. هالاضطرابات بتسالي معظم الاشخاص اللي عندهم ديبرشن بيقولوا لك انه عبالي نام كل الوقت، بالعكس على شوي يمكن عم بفوت ينام الساعه 7 في عنده تعب جسدي كثير قوي وبده ينام، وانما عم يوعى بنص الليل او وجه الفجر وهو ما عم يقدر بقى يرجع ينام، عم ينطر، وبس ينطر بيرجع بالليل بالنهار باردون بمنتصف النهار الساعه 11 12 بيرجع بينام، ممكن ينام ساعات لانه في تعب بالوقت اللي لازم هو يكون برودكتيف كثير بهيدا الاوقات اللي هو نص النهار. بينما الاشخاص اللي عندهم قلق، اجمالا الاشخاص اللي عندهم وسواس، ان كان وسواس النظافه، ان كان بتعرفي
انواع ثانيه من الوسواس بتتعلق بالترتيب او بامور ثانيه، هول اشخاص كمان بيكونوا عندهم صعوبه انه يتقبلوا انه انا هلا وصلت لوقت ما بقى رح اقدر خلي الاشياء تكون اندر كنترول تحت سيطرتي. وبصير يشتغل راسهم باشياء صارت بالنهار، يعيدوا اوقات بذهنهم امور صارت ضمن تسلسل معين حتى يرضوا نفسهم ويقنعوا حالهم انه انا عملت التسلسل اللي مطلوب مني اعمله، وهيدي حاله الوسواس القهريه اللي بنسميها اللي هي جدا مزعجه بتكون. فاذا بصير عندهم صعوبه لحتى يناموا. الاشخاص اللي عندهم رهاب، ان كان رهاب اجتماعي ان كان خوف مرضي من امور ثانيه، كمان اذا عندهم ثاني نهار او بنفس الاسبوع اشياء هن مجبورين يعملوها وعندهم رهاب بخصوصها او فوبيا، كمان رح يعانوا من ارق انه هن يناموا. فاذا وقت نكون عم نحكي عن ارق مزمن بكل الاحوال العلاج الادراكي والسلوكي رح يكون مفيد جدا. هلا يمكن اكثر شيء بهمك وبهم المشاهدين انه نحكي عن الارق اللي بيصير معنا كلنا بدون ما يكون عندنا اي اسباب مرضيه. كل هدول ايه الاشياء اللي شوي معقده يعني بالنسبه لنا، ايه الواحد بيمرق فيها مزبوط بيمرق فيها. هلا بيلاحظوا الاشخاص انه وقتا بيكون عندنا صعوبة ننام أول الليل نحن عم نفكر مثل ما قلنا، وقتا نكون عم نفكر ممكن نكون عم نفكر بشي ما لقينا له حل، عم نفكر بشي مش واضح بعد لقلنا، يعني أيا كان هيدا الموضوع، يمكن شغلة بشغلة مش واضحة، يمكن تشخيص مرض لا سمح الله صار لإلي لزوجي لأولادي مش واضح كان رأي الطبيب فيه، بصير عم شغل راسي وعم جرب حلل. واجمالا هالتحليل هيدا دائما بقول لهم انا للبيشنتس انه ما بده يصير باول باخر الليل او باول ليل باردون باخر المساء وقت تناموا، بده يصير بالنهار بفتره بعد الظهر، ومش بده يصير ذهنيا تا انتم تكونوا مرتاحين. اذا انتم من طبعكم يعني عندكم هالقلق مش غلط ابدا حتى نجيب قلم وورقه ونكتب نحن شو زعجنا، نحن بشو عم نفكر إلنا من الصبح بهالزيارة عند الطبيب بهالشغلة اللي ملاحظة وجهونا إياها بشغلنا، نكتب شي اللي نحن لغز لقلنا ما عم نقدر نلاقي له جواب، ونجرب إذا بنقدر نحله خلال النهار بيكون أفضل، وما ننطر لليل لأن إذا بطبعنا عنا هالقلق رح يرجع يشتغل راسنا بهذا الموضوع بالليل. وإذا صدف إنه نحن قطعنا بأربع أو خمس أيام ما قدرنا ننام لسبب من الأسباب بصير عندنا استباق هو مقلق، يعني بنصير خايفين يجي الليل وننام لانه بقول هلا انا ما رح اقدر اخفى، وهون بنصير بحلقه مفرغه اكثر اكيد. اذا بدنا اول شيء نبلش نعالج الموضوع من بدايته، من بدايه الموضوع بدي اعالج الايجيان دو في او ستيل دو في اللي انا عندي لايف ستايل، يعني اول شغله بدي اتاكد منها انه ما في حالات مرضيه جسديه، لانه الحالات الجسديه المرضيه هي اللي حتسبب كمان ارق. صح. الاوجاع المزمنه، اوجاع راس، اوجاع رقبه، اوجاع كتاف، اوجاع ظهر، وخاصه الاوجاع بالمفاصل، هول كثير بسببوا ارق وبسببوا كمان انه الشخص يرجع يوعى بالليل. فاذا هيدي كلها اشياء بدي احذفها انا بقدر اعالج امور ثانيه. الامور الثانيه هي انه حواسنا لكثير من الاشخاص ما بيتحملوا انه حواسهم يكونوا محفزين او محفز الحواس بشكل كثير قوي اول المساء، يعني ان كان موسيقى صاخبه، ان كان اي فيلم ممكن يوتر الاعصاب، اشياء معينه يمكن تاثر انه ما يقدر هالشخص يوعى ينام بسهوله، كمان بده ينتبه لها. يعني كل شخص بيعرف حاله. النصائح يلي بنعطيها منا هي باكج انه كلنا بتزبط علينا، لا اكيد كل واحد حسب هو مع شو بيتفاعل، شو بيسمع، شو بيحضر، وين بيكون موجود، كيف بيوصل على البيت، يعني كله مرتبط ببعض. في اشخاص وقتها بيقوموا بتمارين رياضيه بفترة المساء بآخر أربع ساعات قبل النوم كمان ممكن ينزعجوا وما يقدروا إنه هن يناموا بسهولة. في أشخاص بالعكس إذا عملوا رياضة بدلك أنا هلك تتعبت في تنام، يعني مزبوط. كمان واحد إيه أكيد. وفي أسباب تانية يمكن غريبة بتبين لنا بس هي موجودة، أشخاص بيوصلوا لأعمار متقدمة بمعنى إنه أدولت صاروا وبيخافوا يناموا وحدهم بالاوضه او بيخافوا يناموا وحدهم بالبيت اوقات كمان. يعني في كثير حالات اوقات وقت بيكون الزوج بيسافر معظم الاحيان عند النساء مثلا او اضطرت هالامراه انه هي تنام وحده، بتشوفيها انه عيطت لاولادها يناموا حدها ومصره انه يكونوا كلهم بنفس الاوضه لانه بيكون في خوف اوقات كثيره. هلا مثل ما قلنا العلاج الادراكي والسلوكي بس هيدول بعدنا عم نحكي انه هيدا الشيء مؤقت مرة اثنين ثلاثة أربعة بعدين واحد بيرجع بشكل طبيعي بيتأقلم. أكيد
اكيد. كمان ما ذكرنا شغله، ما ذكرنا العادات السيئه اللي نحن بنعتقد انه رح تفيدنا وهي بتاذينا، يعني مثلا مثل انه نحضر تي في وننام، مثل انه اعمل ريسيرش على اللابتوب باخر ساعات الليل، وهون برجع انا بحفز هالجهاز العصبي على التفكير، وبرجع بالوقت اللي انا بحاجه ارتاح برجع بحط جهاز العصبي بحاله يقظه، لانه عم برجع افكر وعم برجع حل لغز معين، وعم برجع اعمل قلق انه عندي ديو ديت لشغله وانا كان مفروض خلصها والليله ما لحقت خلص غير 20% منها مثلا، فاذا عم برجع انا اتوتر. هو اول شيء التنظيم بالحياه رح يجنبنا كثير مشاكل من الارق، لانه دائما وقتها بيكون في تراكمات بمهام معينه رح يسبب هالشيء بقلق وبارق كمان، فاذا تنظيم المهام بشكل يومي على مدار ساعات النهار شغله كثير مهمه. العلاج الادراكي مثل ما قلنا نحن اول شيء بنرتكز فيه انه نشوف قد ايه هالشخص عم يتعلم يفكر بشكل سلبي او بطريقه سلبيه. يعني كثير الافكار اللي بتجي، بلاحظوا المشاهدين كلهم اللي عم يحضرونا غاده واللي عندهم هالافكار السلبيه، باللغه الانجليزيه الفكره السلبيه دائما بتبلش بصيغه وات اف ورف، كلهم بيقولوا لك انه ورف ماذا لو بكره تاخرت على هالمطرح او صار عندي هالوعكه الصحيه او صار معي كذا. دائما صيغه الفكره السلبيه بتبلش بهول العبارتين. دائما نحن بنقول لهم انه انتم اول شيء بدكم تبلشوا تعملوا تريننج لحالكم انه ما بقى تستعملوا هول العبارتين، تستعملوا بدالهم عبارات اف ذن، يعني اذا سوف اذا انا محضر حالي منيح للامتحان رح اعمل منيح، اذا انا محضره منيح للكونفرنس اللي عندي اياها بشغلي انا رح حاضر كثير منيح. لانه وقتها بنستعمل صيغه اذا سوف اكثر عنا احتمالات انه نحن يصير عندنا اراء ايجابيه صح بالاشياء اللي بدها تصير، نعطي حلول. وقتها بيصير في حلول وراي، هيدا واحد مزبوط عم بفكر على رواق مثل ما بيطلع معه بيرتاح. بس هيدا شيء اكيد بده تريننج، منا بدها حتى كوتشنج، يعني منه امر سهل، وخاصه بالنسبه لبعض الاشخاص، لانه حتى وقتها بتعلمي بعض الاشخاص يستعملوا هالصيغه، هول الاشخاص رح يقولوا لك انه خلص عم ترجع تجي الاشياء السلبيه، انه اذا تاخرت رح اتبهدل من المدير مثلا، بيرجع بيجي الفكره السلبيه هي بتفرض. هلا مش الحال اذا مره ما رأيت فكره سلبيه، انه كمان واحد مش كل الوقت بيقدر يسيطر على أكيد على افكاره ويكون 100% ايجابيه، على شرط ما تصير سلسله افكار. ايه لا سلسلة افكار ما تعود تخلص صح، يعني بعدين ب بعدين س بعدين د، وفي نتيجه سلبيه هي بتحطمه للانسان بقرار بده ياخده او بتحركات معينه بحياته. هلا معلي بدي افتح انا هون هلالين كثير بهمني لاحكي عن الارق اوقات عند الامهات بشكل خاص، ولو كنا اليوم عم نحكي بيت بيوت بس الارق كمان بيعني الامهات طبعا، مثل ما عم نشوف ومثل ما اثبتت بعض الدراسات كمان انه الامهات اللي كثير بيكون عندهم مهام صعبه ومتراكمه خلال النهار، هون بيصير في اوقات تناقض، يعني بمعنى انه وقتها بنسمع بنقول انه لانه اشتغلت كثير بالنهار ولانه درست ولانه عملت وكل ساعات النهار مش مكفينا لازم تنام طب مثل ما بيقولوا، بالوقت اللي علميا لا، علميا اوقات الاجهاد الجسدي او النفسي خلال النهار ممكن هو يولد ارق باول الليل، لانه هالاجهاد هيدا عود الجسم انه كل الوقت يكون بحاله افار، كل الوقت عم بعطي انرجي، فاذا هون ممكن ومن اولى اوقات انه قد مني تعبانه مثلا مش عم بعرف نام مزبوط، انه بتطلع واحد بس فعليا ما بيفكر فيها بتطلع هيك بشكل بعدين، لاني كمان بتكوني عتلانه هم بالليل انه بكره الصبح رح ترجعي تبلشي بنفس المهام، يعني انا ما رح لحق ارتاح، رح نام ست ساعات يلا بكره الصبح مثلا رح ارجع على نفس المهام. هون هالامهات ممكن يعانوا من ارق كثير بسبب هالاوفرلود اذا صح التعبير بالمهام اليوميه تفاصيل كتير. وبعض الامهات اللي كثير بيكونوا حساسين وكثير بنشوفها وقتها بيكونوا مثلا لجأوا للعنف مع اولادهم ان كان معنويا او جسديا بالنهار، ضربوا الولد او هيك شوي كانوا قاسين مع الولد، بصير عندهم احساس بالذنب باول المساء، بتشوفي انه الاحساس بالذنب ايمتى ببين؟ بس تفوت هالام تنتين وتفكي وببلش وبتقوم بترجع بالتخت وبترجع هالولد بيكون نايم، بترجع بتروح بتبوسه وهو نايم بتعتذر منه بس هو نايم بس حتى هي ترتاح نفسيا انه هي عملت واجباتها. فاذا انواع الارق مثل ما شفتي بتختلف بين نساء بين رجال، كل حدا منا كيف بالنهايه طبعه كيف عنده استعداد للقلق او ما عنده استعداد، بس وقتها نحن
بنحط براسنا انه اول شيء ما فينا نكون كاملين، رح نفشل بنهارنا بكثير امور بدها تصير معنا. وقتا نحن بناخذ قرار انه نكون شوي عنا انانيه ويحق لنا بساعات راحه ان كان نفسيا او جسديا، رح نبعد عن مشاكل نفسيه كثيره ومشاكل منا الارق. هلا بحلقه ثانيه غدا نحن فينا نعمل شغله كمان انه نميز شوي بتفاصيل الموضوع، كيف اوقات هالارق ممكن يصير مثل ما قلنا ببدايه المساء، وكيف ممكن يصير بستيجز او مراحل متقدمه من النوم اوقات. هي المراحل اللي ممنوعه فيها. هذا اللي عم تقولي انت في فرق، يعني مزبوط. السبب بيفرق والحاله بتفرق الى اخره. هي اللي كمان بنسميه ارق او باخر الليل، يعني الواحد بيوعى الساعة 3 4 مع العلم انه بيكون يمكن كان الساعة 11 او 12 أكيد. بيوعى بهالاطار اكيد هي. الا اذا واحد انتقل العشاء ايه بالفعل واصل على البيت الساعة 11 12 دغري إيه؟ من ال... إيه؟ من العشاء على الهي هيدي لحالها كافية، خاصة بسنوات متقدمة شوي اجمالا وقت المعدة ما بتعود عنا اياها. هيدي ما خاصة بس هيدي يعني هيك صارت موجودة اذا بدك بحياتنا اليومية انه بتكوني معزومة على عشاء او هيك ما بيخلص قبل الساعة 12 وواحد تاني نهار شغل او بالضبط بصير هون كل ما قلنا لايف ستايل يعني التفاصيل الصغيرة كلها. اكيد نحن عم نحكي عن امور نفسية اعمق بس انه التفاصيل الصغيرة مثل ما عم بتقولي كلها بتأثر كلها بتأثر. واذا كنا نهار بهيك بنصير بنهار تاني بغير شيء بالضبط وهون بقى بتتراكم. بالضبط. ميرسي غادة لإلك كمان وللمشاهدين اكيد ان الله راد. مشاهدينا رح نتابع بما انه ويك اند نحن ضروري نطمن ونعرف شو في افلام بصالاتنا السينمائية اللبنانية. زين الحاج شري كله القايم خليه يعرف. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي. امي خلفوني. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الرائع كفر نحوم للمخرجة نادين لبكي. الفيلم بيحكي قصة الصبي زين اللي بيرفع دعوة على أهله لأنهم أنجبوه بالظروف السيئة اللي عايش فيها. الفيلم بتناول أيضا موضوع السجون والعمالة الأجنبية وهو فاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي وتم ترشيحه لتمثيل لبنان ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار. البطولة لممثلين غير محترفين وعلى رأسهم الطفل زين الرافع، كوثر الحداد، نور الحسيني، يوردانوس شيفراو وباستثناء المخرجة والممثلة نادين لبكي. هيدي كان جولة سريعة بس جدا مهمة على الأفلام يلي موجودة بصالاتنا اللبنانية، وخصوصا وقتا منقول أنه لازم نشجع دايما الأفلام اللبنانية يلي عم توصل إلى العالمية. ننتقل هلأ لعند الشيف حسين ومنتابع مزيد من التحضيرات والتفاصيل مع رشد ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين. بأول فقرة من فقرات رشد ملح حضرنا عجينة الغريبة، بس ولكن ناطرين لآخر فقرة أنا وياكم لنحضر الغريبة. أما هلأ رح ننتقل في عنا الكفتة أو رأس الكفتة بالباتنجان. رأس الكفتة بالباتنجان طبق كتير طيب. عندي باتنجان وعندي الكفتة، طبعا حطيت لحمة، حطيت معها بقدونس، حطيت معها بصل، حطيت ثوم، وحطيت كمان مشاهدينا من الفليفلة بتعطيها نكهة كتير طيبة للكفتة. نحن قلنا بالعادة مشاهدينا منحط بصل ومنحط ايضا بقدونس ونحط رشة قرفة وبهار حلو او سبع بهارات وخلاص خلصت الكفتة. لا انا مدخل لها توم زيادة ومدخل لها فليفلة زيادة بناخد نكهة كتير طيبة. هون في عندي الباتنجان، بلشت انا بتقطيع الباتنجان بهالشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نقطع الباتنجان. بعد ما قطع مشاهدينا الباتنجان رح حطهم بصينية وايضا رح نحضر الكفته. هول الباتنجانات احطهم بهالصينيه بهالشكل. اوكي. رح احط الكفته، اجي اعمل الكفته قراص بهالشكل.
وحط الكفتة على الباذنجان. طبعا هون بذكر المشاهدين فينا نحط كمان اذا بدكم هيك لنجيب نحط ايضا بندورة ما عنا اي مشكلة. قبل ما نحط اللحمة منحط من البندورة كمان مش غلط اذا حطينا بندورة فوق الباذنجان. وفينا كمان مشاهديننا ايضا فينا نحط من البصل. طيب انا رح وزع البندورة كمان على الباذنجان بهالشكل. اوكي وزعنا البندورة بعمل اقراص. هاي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا الاقراص كيف عم نعملها. طبعا هيدي الصلصة دخلها بعد بقلبها داخل من تمر الهندي او فينا نقول عصير تمر الهندي. انا رح كفي الكفتة بهالشكل ورح فوتهم على الفرن على حرارة 180 لكن رح كفي عملية الكفتة لنشوي هون. وباخر فقرة من فقرات رشة ملح انا وياكم بدنا نحط ثوم بالخلاط الكهربائي بالاضافة للبندورة المطحونة او فينا نحط نحنا كمان من رب البندورة حسب ما بيكون متواجد عندكم ما عنا اي مشكلة. طيب انا عم كفي بقراص الكفتة لفوتهم على الفرن بهالشكل. طيب هون انا مستعمل مشاهدينا قرفة ومستعمل كمان بهار حلو او فيني حط مثل ما خبرتكم سبع بهارات. لكن مشاهدينا هيدي الصينية صارت جاهزة لنفوتها على الفرن وبخبركم باخر فقرتين بالتفصيل عن باقي وصفتنا لليوم. اما هلا بالعودة اليك غادة. مرسي شيف ودايما يعطيك الف عافية على كل هالاطباق الطيبين والمنوعين. نحن وياكم بناخذ بريك ونرجع منتبه. متابعة عالم الصباح اليوم مع ضيفتنا الفنانة التشكيلية نينا طاهر. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. رح نحكي أكثر عن معرضك يلي صار هلأ مؤخرا ويلي حامل عنوان وومن، التوجه إلى السيدات وقديش نعطيهم اهتمام. بالأول خلينا نعطي هيك لمحة شوي حتى يلي ما بيعرف يتعرف أكثر على عليك على نينا. ايه اسمي نينا طاهر، خلقت بنيجيريا. أهلا. تزوجت وعندي عائلة وولاد. بعمر مأخر قررت أنه أرجع لهوايتي اللي كنت حبها من أنا وصغيرة وكون مور بروفيشنال فيها، وأخذت دروس خصوصية. أول شيء مع أستاذ برنار رنو يلي دلني على هيدا العالم. بعدين طورت حالي بغير أساليب أنه من غير ريسورسز. أكيد واحد بده يعرف ويشوف كل شيء وياخد أفكار عديدة صح؟ وبعدين كمان أخذت دروس مع دكتور مع أستاذ حيدر علي وطورت حالي أكثر وحسيت أنه صار وقت لأعمل معرض فردي لإلي. أوكي. حبيت كلمة وومن لأنه وومن بتمثلني، بتمثل بتمثلنا وومن in the world. وحبيت ضوي على دورهم بالعالم على انه منه دور نقدر نستخف فيه، بالعكس انه هي الايد يلي بتهز العالم بيسارها. صحيح. أي. صحيح. فهيدا الموجز بتهز التخت بيمينها والصحيح. نحن رح نحن وعم نحكي رح نشوف كمان بعض اللوحات ونحكي اكثر عن هالمعرض، قد ايه بيتضمن، كم لوحه، شو الالوان، ليش الالوان، يعني هي هي فاتح غامق، كل هيدي التفاصيل رح نجرب نشوف الصور بهالوقت وتخبرينا اكثر. من امتين بلشتي فيهم هيدول؟ يعني اللي خبرتينا اياهم قد ايه صار لهم عم نشتغل عليهم؟ لسه عم بشتغل على المعرض. وكل موضوع اكيد بياخذ من وقتك وخيالك اكيد لحتى اللي تقدر تنفذيه ويطلع مثل ما برأيي نظرتي انا بروحيتي انا. أي. اكيد موضوع المرأة منه جديد بس عملته بروحيتي انا كنينة طاهر. اكيد. الالوان كتير كتير فرحة. مع انه في مواضيع شوي حزينة.
بس انا ما قصدي انه الحزن ابدا، بالعكس حبيت انه ضوي علي اكثر وابرز دوره اكثر بالمجتمع. كم فكره عنا، كم لوحه عنا، ليش في حزين وليش في فرح، خبريني اكثر. حزين لانه في واقع بيقمع المراه بمجتمعات محدده وهذا الشيء بيستفزني اكيد. بس فرح لانه المراه قدرت تثبت انه هي دورة فعال كتير بالمجتمع، في المغرورة، في اللي عم تحلم، في اللي الام، انه كذا دور للمرأة بالحياة. صحيح صحيح صحيح. هون عم نشوف، فاذا اي عم نقدر نشوف قد ايه الالوان في تشالنجر واللي ماسك العالم كمان بايده. هو هيدي بالنتيجه يعني انه اكيد دورها كثير كبير، بس ودائما شي هاز تو تشالنج لحتى اللي توصل للشيء اللي بدها اياه. للاسف للاسف. فاذا الالوان كان لها، عم نستعمل اي تقنيات؟ الوان زيتيه كل الوقت. اوكي. وفي اشياء بالاكريليك وفي ميكست ميديا وفي تابلويات صغار حبيت اعملهم انا بالرزن، تكنيك كثير حلو ومهضوم وبسلي. لانه النتيجه كل ما تخلط الالوان بتطلع عندك شيء انت منك متوقعتيه وكانه جاي من الفضاء. سو تكنيك كثير كثير حلو جديده. اي اوكي حبيتيها. فاذا المعرض وين هلا موجود؟ المعرض بصيفي فيليج بالاسفي جاليري، بعد فيه لبكره، بكره اخر نهار ان شاء الله. اوكي. وشرفونا. ايه اكيد من كل بد. هيدي اللوحات رح تنقل وين تصير، كيف يعني؟ خلينا نحكي عن بقيه قصه نينا هلا. نعم. وين كيف رح بتكفي القصه؟ رح بتكمل بالرسم بغير تكنيكس بلكي. لانه انا بحب جدد حالي من وقت للتاني وما بحب نحط باطار معين. حلو واحد يغير بالتكنيك ويتعلم اشياء جديده. هلا في معرض بالفورم قريبا، انا دائما كل سنه بشترك فيه. سو لوحاتي حتنتقل لهونيك. هذيك عم نحكي كانت عن معارض ثانيه اللي هي معارض جماعيه، كانت دائما كنت شارك بمعارض جماعيه. اوكي. يعني من سنين كثير معارض جماعيه، بس هيدا ماي فيرست سولو اكزيبيشن. من بعده رح بيكون في اكيد سولو اكثر ان شاء الله يا رب. والمواضيع كمان هون عم نشوف كمان شويه صور. افتتح المعرض الوزير السابق دكتور حسان دياب. كان الجو حلو. كان الجمهور مهضوم، والاهم شيء انه حبوا لوحاتي، وهذا الشيء بهمني كثير. هلا مهم انه واحد هو حاببهم اول شيء، اكيد لانه عاطي من كل قلبه. من كل قلبه. وايوه ومقتنع باللي عامله وشاغل عليه وعاطي كل هالوقت، وهيدا يعني جهد منه ابدا هين. اليوم وانت عم بتفوتي على يعني معرض سولو بوقت في كثير من الفنانين عم بيقولوا انه ماشيين بعكس السير اذا بدك، انه لانه البلد شوي تعبان، الحالة تعبان، تقول لك هلا وقت انه انا اقعد ضيع وقت او اشتري لوحة او ارسم او الى اخره. فهيدا التشجيع منه هين صح؟ اكيد منه هين. يعني انا ست بيت، انا مزوجة عندي اولاد، وهيدا حلم حققته بعمر منه صغير. فبقول لكل وحدة انه بتستصعب او بتجرب انه تقتل احلامها، لا، انه you can do it. بعد في عندك وقت كتير، ما تقولي ما في وقت وما تتراجعي. هيدا ساتسفاكشن لنفسك، غذا روحك. بده يكون بس في دعم كمان يعني من قلب البيت. اكيد العائله بدها تدعم. يعني لو ما بتدعم لانه في وقت، في مجهود عم ينحط بهالاطار. بدك تعرفي كيف تقسمي وقتك بين عائلتك، تعطيهم حقهم، وبين هوايتك يعني وشغلك بنفس الوقت. من بس يخلص بكره المعرض، هن نفسهم اللوحات رح بيروحوا على محل تاني يكونوا موجودين، يلي حابب يرجع يشوفهم او يتواصل معهم؟ يعني في يتصل في، انا تركت رقم تليفوني بالمعرض اللي بحب. اوكي. في يتصل في يتواصل معي. والنكست ستيب انه عندي معرض بالفورم دبيروت بنوفمبر، شي 27 نوفمبر،
حيكونوا هونيك معارض خارج لبنان شو فينا نحكي عنهم؟ شاركت مرة بمعرض بالسعودية بس ما عندي هالتجربة القوية بهالمضمار هيدا. بس هلأ خلص قلعنا لأنه عم نعمل معارض صرنا انفرادية فردية، ففينا نبقى نتشجع ونطلع لأنه منعرف قديش الامباكت تبع يعني هيك، خصوصا وقت تكون ريشة سيدة بيعطي غير طابع صح؟ فيها احساس فيها. غير ايه فيها احساس ريق وشفاف اكثر، انا هيك بنظري. ايه لا نحن انا معك 100% بهيدي المواضيع. فاذا المعرض مستمر بعد لبكره، يلي حابب انه يتوجه ويشوف بالصيفي بجاليري اس في، واكيد يلي حابب كمان يتواصل مع نينا بتقدروا تحصلوا على رقمها واي شيء حتى تعرفوا كل المستجدات عنا. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافيه. نحن منتابع عالم الصباح بانه ناخذ كمان محطه ثانيه من الافلام يلي موجوده بصالاتنا السينمائيه. زين الحاج تري فكر له القايد خليه يهرب. عارف ليش انت هون؟ اي نعم. ليه؟ بدي اشتكي على اهلي، هم خلفوني. ضمن افلام هالاسبوع الفيلم اللبناني الرائع كفر نحوم للمخرجة نادين لبكي. الفيلم بيحكي قصة الصبي زين اللي بيرفع دعوة على أهله لأنهم أنجبوه بالظروف السيئة اللي عايش فيها. الفيلم بتناول أيضا موضوع السجون والعمالة الأجنبية، وهو فاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان السينمائي، وتم ترشيحه لتمثيل لبنان ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار. البطولة لممثلين غير محترفين، وعلى رأسهم الطفل زين الرافع، كوثر الحداد، نور الحسيني، يوردانوس شيفراو، وباستثناء المخرجة والممثلة نادين لبكي. بعد إذن هالجولة كمان الثانية على صالات السينما، خليكن معنا عالم الصباح بعده مستمر، إنما بناخد سوا بريك ونرجع نلتقى. عالم الصباح شوي شوي عم بيقرب على نهايته، انما بعد عنا اكيد وقت حرزان لحتى نترافق فيه مع شيف حسين ونخلص كل تحضيراتنا مع فقرات ورشه ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. ثلاث وصفات لليوم بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. طبعا كان في عنا طبق الحلو الغريبة، حضرنا العجينة بأول فقرة من فقرات رشة ملح. أما في عنا كمان وصفة تانية، وصفة ملح اللي هي الباذنجان أو كفتة الباذنجان، رأس كفتة الباذنجان. كمان وكمان مشاهدينا في عنا سلطة الباذنجان واللقطين، يعني اليوم في عنا الباذنجان داخل بطبقين أو بوصفتين. لكن الكفتة بتاني فقرة من فقرات رشة ملح، حطينا الكفتة مع الباذنجان والبندورة بالفرن، تركينهم نحنا لحتى يستووا. بهالوقت لحتى كانوا استووا بدي انتقل أنا لبلش بسلطة الباذنجان واللقطين. بالنسبة مشاهدين لسلطة الباذنجان واللقطين، عندي باذنجاني، بدي اقطع الباذنجاني مربعات، لكن مثل ما عم بتشوفوا بلشت بتقطيع الباذنجان. رح اقطع الباذنجان مربعات ورح قليهن قليل بزيت الزيتون ونحضرهم عنا لسلطه الباذنجان مع طبعا لقطين. عندي اللقطين انا فيني حط معها لقطين وفيني فرغ اللقطينه وأحشيها بالباذنجان بالإضافة للبصل، لأن رح نضيف معهم من البصل، رح نضيف كمان مشاهدينا من الشمندر بالإضافة
لخلق العنب، لكن هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. رح جيب طواية، حط طواية على النار مثل ما خبرتكم، في بقلبها زيت زيتون. طيب بحط زيت زيتون على النار ورح بلش تقلية بالباذنجان، لكن هول الباذنجان رح ضيف الباذنجانات قليه هون. بعد ما نقلي الباذنجان طبعا ما بدنا كتير نحنا نعطيهم لون، بدنا شوية لون ومنشيلهم ونخلطهم مع البصل ومع الشمندر وأيضا أوكي. لكن شفنا الباذنجان. طيب عندي اللقطين، أنا بهالوقت رح جيب اللقطين رح قصها من هون. أوكي منشيل شوي من كعبة لنقدر تقعد معنا. طيب مثل ما عم بتشوفوا لكن مشاهدينا اللقطين رح نفرغ اللقطينة من قلبها. موجود عنا بذر بداخلها، بذر اللقطين مثل ما عم بتشوفوا. طبعا أنا هون بذكر كل المشاهدين عم نحضر سلطة الباذنجان مع اللقطين، لكن هيدي هي اللقطينة منفرغها منشيل منها البذر بهالشكل هيدا. اوكي كمان منشوف اذا بعد فيها. اوكي لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا كيف فرغنا اللقطينة من البذر وصار جاهزة عنا لحتى نحشيها. هاي اللقطينة لكن جاهزة. خلينا نشوف هون كمان منشيل البذر عن الغطا اللقطين. اوكي نحطها بهالشكل. طيب الباذنجان لكن مشاهدينا على النار، منحط رشة ملح على الباذنجان، هيدي رشة ملح، وتركينه نحن لحتى الباذنجان مثل ما خبرتكم يذبلوا عنا. لكن مشاهدينا لقطينة جاهزة عندي، الباذنجان أيضا على النار. رح جيب بصلة، حضر عندي البصل، لكن البصل أنا رح ضيف بصل. طيب مثل ما عم بتشوفوا رح نضيف البصل فوق خليط الباذنجان. بعد ما نشيل الباذنجان عن النار بضل في عنا الصلصة. اوكي لكن مشاهدينا هون عندي البصلات صاروا جاهزين، وهون مثل ما شفتوا الباذنجان ما خليتهم كتير ياخذوا لون، لكن هيدا الباذنجان صار جاهز عندي. رح اجي انا حط على الباذنجان البصل بهالشكل، ورح جيب كمان شمندر او اذا بدكم خلينا نجيب صحن. اوكي بهيدا الصحن رح حط انا اللقطين، رح حط الشمندر بهالشكل، لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كيف عم ضيف شرائح الشمندر بهالشكل، هالالوان الحلوة، الوان كمان وايضا طعمة شمندر. كلنا بنعرف الشمندر قد ايه طيب وقد ايه كمان عنده قيمة غذائية عالية. أنا عم بحط الشمندر بهالشكل. أوكي لكن حطينا الشمندر مشاهدينا بهالشكل. أما هلا شو رح نعمل؟ بعد ما حطينا الباذنجان حطينا البصل رح إجي حط من الجبنة المرهمية، لكن رح حط جبنة مرهمية، رح حط أيضا مايونيز
لكن عندي جبنة مرهمية، عندي مايونيز، منحط كمان رشة ملح، منحط أيضا خل، العنب، منحط كمان رشة سماء ونخلطهم مع بعض. لكن هيدا هو الخليط، هيدي هي السلطة، سلطة الباذنجان مع الشمندر مع اللقطين. بضل في عنا وصفة رح نحضرها بعد شوي أنا وياكم، أما هلأ خلينا نتوقف نحن مع بريك قصير وبنرجع سوا. طبعا مشاهدينا اليوم الجمعة، فإذا لقائنا بعالم الصباح رح يخلص بعد شوي، بعد تقريبا شي ربع ساعة رح بتكون كلها مخصصة لشيف حسين لحتى نخلص أطباقنا لليوم. صباح الخير من جديد. صباح النور ولكل المشاهدين. شو حطت لنا طنجرة فاضية؟ هذه الطنجرة لا مش فاضية، رح تكون طنجرة معباية هلا. يلا. رح يكون فيها الطنجرة هيدي زيت زيتون. هون نحن عم نحضر صلصة للكفتة الموجودة بالفرن، طبعا كفتة الباذنجان مع البندورة. لكن مشاهدينا عندنا زيت زيتون على النار بالإضافة لحصوص الثوم. عندي كمان من حصوص الثوم بهالشكل بنقليهم، وأيضا هون غادة فيني حط بندورة مطحونة أو فيني حط رب البندورة مع المي. أنا حطيت الثوم، بدي أقليهم شوي لبلشوا ياخذوا لون. رح حط بندورة رح حط رب البندورة، رح حط مي، رح احط قرفه، رح احط بهارات مشكله. أوكي. كمان وكمان بدنا نحط عصير تمر الهندي. اوكي عظيم. اما هون بنرجع لخلطتنا. هون مثل ما شفتي قبل البريك حطينا سماء، حطينا باذنجان قليناه شوي بزيت الزيتون، حطينا بصل، حطينا جبنه مرهميه، حطينا مايونيز. بس ولكن بعد الخلطه ناقصه عنا كمان عندي من اللبن، بتضيف القلم لبن. ايضا كمان بعضها ناقصه عندي من جبنة البارميزون، رح نضيف رشة وبنخلطهم مع بعض بهالشكل. هيدي هي السلطة لكن صارت جاهزة عندي مع هالخليط كله. وهون مثل ما عم بتشوفي في عندي اللقطين، عم نعبي باللقطين. صحيح، بدي احشيهم بهالشكل مع اللقطين. طبق كتير طيب مثل ما عم بتشوفي قد ايه الريحة شهية. لكن مشاهدينا سلطة الباذنجان واللقطين بلشت تتأشرف على نهايتها. أنا عم بسكبها بهالشكل هيدا باللقطينة. هون نحنا خلصنا تقريبا وصفتنا أو الطبق الأول لحلقتنا لليوم. صارت جاهزة. وعدتنا بغريبة اليوم صح؟ صح. مش عم رح نعطيها كمان لون أخضر، رح تطلع فوق الفرن لغريبة. الغريبة فوق الفرن. عم بغسسوني وين الغريبة؟ طيب. هون رح حط كم حبة بندورة بهالشكل، من البندورة المعلقة بهالشكل هيدا. اوكي طيب، ورح جيب جبنة. انه هون خلصنا. طيب هيدا مشاهدينا اول طبق لحلقتنا لليوم صار جاهز. تفضل. لكن هيدا الطبق الاول، سلطة الباذنجان واللقطين. هون مثل ما خبرتك رح جيب رب البندورة، حط رب البندورة، حط معي اوكي عظيم. رح نخلطهم بهالشكل. رح جيب حط البهارات مثل ما خبرتك. عندي قرفة بهار، هن عبارة قرفة قرفة. هون عنا بهارات مشكلة. اوكي. عنا من القرفة، عنا أيضا من الملح، نحط ملح، رشة ملح، وعندي كمان من تمر الهندي. أوكي. اوكي. هلا بنتركهم لحتى يغلوا مع بعض. خير. بهالوقت أنا رح طلع ثانية الكفتة من الفرن، لان صار جاهزة عندي صينية الكفتة بالفرن. تفضل. طيب. يا ريحتها بتعقد. ريحة الكفتة مع على فكرة هي ريحة الثوم وريحة الفليفلة اللي دخلتهم بقلب الكفتة. طيب هون شو عنا؟ هون شو رح أعمل أنا هلا؟ رح أجي
بدي جيب الباذنجان. تفضل. رح اخذ الصحن لحدي لهون وجيب الباذنجان بهالشكل، بنحطهم مثل ما عم بتشوفي، باذنجان مع البندورة. أوه. ما بيأثر. اوكي، كمان نكرر العملية، نحط ايضا كم حبة، بعد بناخد حبة بنحطها بالصحن. هيدا الصحن كمان صار جاهز. تفضل. رح اجي حطه بهالشكل. طبعا الصلصة، نحن ناطرين الصلصة لحتى تصير جاهزة، الصلصة تغلي شوي تحت نتفة 100%. اوكي، منغير الكفوف ومنروح للطبق الحلو. يه. بالنسبة للطبق الحلو، الغريبة، الغريبة حطينا بالخلاط الكهربائي سمنة مع سكر بودرة، خفقناهن، رجعنا ضفنا المسكة، هي عادة ما بيحطوا لها مسكة بس أنا حبيت أحط لها مسكة، طيبة مع مسكة، مكها بالمسكة، حطيت لها مسكة وحطيت لها فانيل ورجعنا ضفنا الطحين، طلع عندي هيدي العجينة الناعمة. لكن مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا، هالعجينة الناعمة بهالشكل. أنا بعملهم بشكل بول، خلينا نجيب صينية. تفضل. لكن مشاهدينا بعملهم بشكل بول وبحطهم بهالشكل. اوكي، فيني احط بقلبهم حبة لوز أو حبة كاجو أو حبة فستق حلبي. لكن مثل ما عم بتشوفوا بهالشكل. كمان بنكرر العملية. عملنا ثلاث حبات، بنحط حبة كاجو أو لوز أو فستق حلبي، هول ثلاث حبات أنا حضرتهم قدام المشاهدين، أوكي؟ بعد ما نحضرهم بنفوتهم على الفرن على حرارة 180، بدهم حوالي 12 دقيقة بالفرن، أنا حضرت صينية قبل، طبعاً لحتى نكسب وقت على الهواء، هيدي الصينية جاهزة عنا، رح جيب أنا صحن لأسكب الغريبة لهيدي الصينية. لكن رح نحط الغرايبة بهالشكل مثل ما عم بتشوفي. إذا حطينا فستق أو هيك بقلبه ما بيحترقوا؟ لا لا ما بيحترقوا، ما في عندنا مشكلة. مشكلة؟ صحيح. هون الغرايبة بهالشكل، نحن بلش وقتنا يخلص. بهالوقت نحن طبعا في عندنا سؤال، الكريمة، بالنسبة للكريمة كيف نعملها؟ كريمة، كريمة الجاتو، كريمة شانتيه. أنا بذكر المشاهدين، الكريمة نحن في عندنا نوعين بالسوق من الكريمة، في عندنا كريم فريش نباتي وفي عندنا كريم فريش حيواني. مزبوط. طبعا بكل شيء حلو نستعمل النباتي، وللمالح نستعمل الحيواني، بس نحن ما بدنا شيء، بنحطها بالخفاقه الكهربائيه وبنخفقها مع شوي من سكر البودره بس، وايضا رشه فانيل، بتطلع عنا الكريمه، وهيدي احلى طريقه للكريمه. اوكي، كان فينا ناخذ بعد سؤال بس خلص وقتنا. خلص وقت. بهالوقت انا بلشت حط الصلصه كمان على الوجه بهالشكل، فيني زينها بالبقدونس. أكيد. ما عندي اي مشكله. لكن غاده، هول الثلاث وصفات قدمناهم لحلقتنا لليوم، انا هيك بدي اشكر كل المشاهدين، بدي اشكرك، وصفاتنا ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم، وبدي لكم الف صحتين وجمعه مباركه للجميع ونهايه اسبوع ممتعه، ناطركم نهار الاثنين بوصفات جديده ومتنوعه وشهيه ومختلفه. بون ويك اند لكان. ثانك يو. يكون ويك اند حلو لك ولكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، انما اكيد عالم الصباح بيستمر معكم حتى لو ويك اند، ما تنسوا تلاقونا بكره الساعه 10.